يلا نكمل الدكاترة طبعا احنا خدنا اول جزء الابسوربشن والدايجيشن اوف كربوهيدرات دلوقتي هنبتدي نخش على اكبر جزء في المحاضرة عندنا وهو الجلايكوليسيس هو جلايكو يعني ايه جلايكو يعني جلوكوز جلايسيس يعني تحليل او تكسير تكسير فاكرين لما احنا قلنا ان الجلوكوز كان بيدخل الخلية عشان تستخدمه وتقوم ببعض التب... يعني وتقوم بعملية حيوية عليه و... وده اللي كنت بسميه كربوهيدرات ميتابوليزم اه دلوقتي بقى الجلوكوز داخل الخلية ماشي هيحصل له حاجة اسمها ميجر باسوي عشان يطلع طاقة تمام بالجليكوليسيس يبقى ده كده دليكوليسيس. اي عملية في العمليات اللي احنا هناخدها النهاردة او الحصة دي بعد كده او اللي بعد كده هعرف عنها خمس حاجات بالظبط العملية دي اسمها ايه ولو لو ليها اسم تاني مميز ليها اعرفه تاني حاجة التعريف التعريف بتاع العملية ديت يعني ايه تالت حاجة العملية ديت بتحصل فين بتحصل فين والتعريف بتاعها ولو ليها اسم تاني رابع حاجة والحاجة المهمة الستيبس خطوات العملية دي بتحصل ازاي خامس حاجة ازاي اعمل لها يعني تنظيم تنظيم يعني زي أنظم العمليه دي يعني زي لما يكون جسمي محتاج طاقه اقول العمليه دي هتشتغلي. اشتغلي اشتغلي وكسري لي الجلوكوز دخليه في عمليه دخليه في عمليه اوكسيديشن علشان يطلع لي طاقه وامتى لما يكون عندي جسمي جسمي خلاص في طاقه وكده ومش محتاج الطاقه دي امتى اعمل العمليه دي انهيبيشن يعني امتى اوقفها وامتى اعمل لها سادس حاجه ايه اهميه العمليه ديت اهميه العمليه ديت سابع حاجه ايه الطاقه كميه الطاقه اللي انا حصلت عليها تمام من العمليه دي يبقى انا اي عمليه في البيو طبعا انا يعني يعني انا موقفين في العرب دلوقتي انا عندي جلوكوز دخل جوه الخليه عن طريق حاجه اسمها دول وقولنا وقلنا انواعهم بكل نوع تيشو دخلنا جوه الخليه عامة صلوا عمليه مش احنا قلنا ان الاكسديشن ده ميجر او ماينور الميجور باسوي هو اللي احنا قلنا الجلايكوليسيس ليه سموه ميجور علشان الباسوي ده او الطريق ده بيطلع منه طاقه قلنا اي باسوي في الدنيا هعرف عنه خ... كام حاجه هي اسم العمليه ديت لو ليها اسم تاني يعني ايه بتحصل فين ايه خطواتها ازاي اعمل لها ريجوليشن ايه اهميتها ايه الطاقه اللي انا بحصل منها نبدا بسم الله كل اول حاجه انت ديك اسم تاني قال لك اه اسمها امبيدد ماي باسوي ايه امبيدد ماشي والاسم بتاعها هوريكم في الداتا لما نيجي نقراها اللي هو الامبيدد ماي ممكن يقول لك اي ام ممكن يقول يقول لك طيب. التعريف يعني بالراحه لايسيس معناها تكسير تمام جلوكوز يعني تكسير الجلوكوز ماشي يعني هي عباره عن اوكسيداتيف هي عباره عن اوكسيديشن للجلوكوز او هي عباره عن تكسير الجلوكوز على حسب بقى حاله الجسم لو انا عندي الجسم فيه اكسجين ماشي ده هسميه ايروبيك جلايكوليسيس ايروبيك يعني هواء ايروبيك جلايكوليسيس جلايكوليسيس لو انا جسمي ما فيش فيه اكسجين هسميه انيروبيك جلايكوليسيس ان يعني نو نو no. هوا اللي هو انيروبيك جليكوليسيس هو يعني ايه انيروبيك هو يعني ايه جسمي اصلا ما فيش فيه اكسجين انا مش كده مت لا هو مش بالظبط هو انت مثلا هو ممكن يكون جسمك فيه اكسجين وكل حاجه بس غير كافي في الحاله الطبيعية. يعني الحاله الطبيعيه مثلا كميه الاكسجين بقى في الحاله دي غير كافيه مثلا ما يكون تسلقت قمه جبل فالاكسجين قل فدلوقتي الجلوكوز بقى هيبتدي يخش مرحله الانيروبيك ديت ويطلع لنا برده ايه الحمد لله زي ما هنشوف من شويه يبقى انا عندي الجليكوليس هي عمليه تكسير الجلوكوز على حسب حاله الجسم لو الجسم فيه اكسجين هسميها ايروبيك جليكوليس لو والايروبيك دي بالمناسبه هطلع حاجه اسمها بيروفيك اسيد او البيروفيت بيروفيت او بيروفيك اسيد بالنسبه لو الجسم ما فيش فيه ادكويت اكسجين هيتخلف حاجه اسمها ايروبيك جليكوليس وهيطلع لي منها حاجه اسمها اللاكتيت او اللاكتيك اسيد دوت اللي بيتراكم في العضلات وبيجيب شد عضلي لما يكون عندنا شد عضلي بيكون نتيجه تراكم حمض اللاكتيك حلو فأنا كده خدت اسم تاني وخدت التعريف بتاعها بتحصل فين دي يعني بتحصل فين هقسمها برده لتقسيمه تانية بتحصل فين في اي في انهي خليه او في انهي تيشو وبتحصل فين على مستوى الخليه ذات نفسها يعني بتحصل في الميتوكوندريا ولا بتحصل في السيتوبلازم ولا بتحصل في جسم جولج ولا بتحصل في انهي مكان في الخليه ذات نفسها وبتحصل في انهي حاجه هي بتحصل في كل الخلايا ايه دليلك يعني بتحصل في اول سيلز لانها بتحصل في السيتوبلازم بتاع الخليه واعتقد ان كل خلايا جسم الانسان تحتوي على سيتوبلازم هي بتحصل في السيتوبلازم بتاع الخليه طيب هتحصل بطريقه هوائيه اللي هو الايروبيك تمام في كل الخلايا طيب في بعض الخلايا مفيش فيش فيها ميتوكوندريا زي الريد بلاد او خلايا الدم الحمراء الار بي طيب الار بي دي ما فيش فيها ميتوكوندريا فبالتالي مش هتعرف تعمل الايروبيك لان ما فيها اكسجين فهتتحول عندي لانيروبيك جليكوليسيس وتطلع لي حمض اللاكتيك او اللاكتيك اسيد عظيم جدا طيب آه بعد كده احنا كده قلنا بتحصل فين الستبس بقى الخطوات بتاعتها والخطوات بتاعت الكلايكوليسس ديت يعني ما تتخضوش منها لان هي يعني يعني هما 10 هما 10 خطوات 10 ايه 10 خطوات منهم هنقسمهم لاثنين فيسس هما 10 خطوات هنقسمهم لمرحلتين اثنين مرحله المرحله الاولى اسمها بصوا انرجي كونسيومد يعني بتستهلك طاقه المرحلة التانية انرجي برودكشن يعني بتنتج طاقة دي خمس خطوات ماشي ودي خمس خطوات زي ما هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي عايزه اقول لكم ان الستبس مش حفظ مش مهمه خالص الحاجات اللي بتسالكم في فيلم بتاعنا. انا هقولها لكم في الخطوات بس اهم حاجه ما منها بعد كده الريجوليشن هعمل ريجوليشن على الانزيم بصوا هو اي تفاعل اي تفاعل يا اما السهم كده رايح يا اما السهم كده رايح جاي السهم اللي كده يعني ماشي في الاتجاه ده لا رجعه فيه إنما ساهم لما انما سهب ان رايح جاي خلاص فدلوقتي لما اجي اعمل تنظيم او لما اجي اعمل ريجليشن اكيد هاجي اعمل ريجليشن للانزيمز للانزيم اللي هتمشي في اتجاه واحد بس ماشي ما هي, ما الانزيم اللي رايحه جايه خلاص انا عملت تنظيم فزي ما كده كده رايحه جاي انما هعمل هعمل ريجليشن للانزيم اللي رايحه في اتجاه واحد وطبعا مش احنا قلنا 10 خطوات ب 10 انزيم في عندي ثلاث خطوات ايرريفيرسابل يعني يعني لو بصيت في الرسمه اللي عندهم سرعه بديهه بقى هيبصوا يلاقوا السهم اللي واحده دي الريفرسبل دي اللي انا بعملها ريجوليشن تمام و وبقيت سبع خطوات سهم رايح جاي يبقى انا كده خدت يعني هت يعني هتكلم ازاي في الريجوليشن يعني انا هعمل يعني انا هنظم الانزيم اللي مسؤول مش انا عند اي معادله في الدنيا يا جماعه في متفاعلات وفي نواتج وفي سهم السهم ده عليه الع... عليه اللي هو الانزيم التفاعل طب لو انزيم التفاعل ده انا ضربته خلاص اكيد النواتج مش هتتكون واكيد الطاقه في الاخر مش هتتكون ما انا إيه؟ الهدف اصلا من العمليه ككل اللي هو اللي هو انتاج الطاقه ايوه تمام بيسجل اللي هو انتاج الطاقه طيب تمام انا كده خدت خدت اللي هو اسمها التاني الاي ام -E بي ماشي بعد كده خدت تعريفها هو عباره عن تكسير الجلوكوز تكسير الجلوكوز على حسب اكسجين ولا بدون اكسجين بعد كده خدت بتحصل فين قلت بتحصل في السيتوبلازم بتاع كل الخلايا قلت اللي السبس بتاعتي 10 خطوات تمام بعد كده ريجوليشن انا بعمل ريجوليشن على الانزيم اللي هي الريفرسبل بعد كده الاهميه لسه هنشوفها طبعا احنا طبعا احنا قلنا بنطلع اي تي بي بس لسه في حاجه ثانيه والطاقه هنحسبها قد ايه طيب علشان بس ما ناخدش وقت في الكتابه هنروح على الرسمه هنشوفها ماشي اه وهنقرا الخطوات من عليها واقول لكم ايه المهم اتفقنا اتفقنا طيب موجوده فين ماشي هنا لا موجوده هنا بسم الله الرحمن الرحيم بس يا حبايبي ادي عندنا بالراحه ما تتخضوش ما تتخضوش. تمام ادي عندنا بالراحه كده العمليه اسمها ايه جلايكوليسيس لايسس يعني تكسير جليكو يعني الجلوكوز شوف الجلوكوز فضل مشي 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 لحد ما اتكسر لبيروفيت شايف شايف طيب اول حاجه الجلوكوز ده عباره عن سكر سداسي صح سكر سداسي يعني ايه يعني هيكسوزيس هيجي يشتغل عليه انزيم اسمه هيكسو كاينيز هيكسو كاينيز هيكسو يعني سداسي كاينيز إيه يعني ايه كاينيز في الدنيا اي كاينيز في الدنيا بيفسفر الماده دي يعني يعني ايه بيفصفر بيففرها يعني بيحط لها مجموعه فوسفاته تمام والفوسفاته اللي هيحطها لها دي هيحطها لها منين ان شاء الله هيشتغل على ال تي بي مش احنا عندنا اللي هو الاي تي بي اسمه اللي هو الادينوزين تراي فوسفات ادي كده ما... ادي كده عندنا اللي هو الادينوزين وادي كده عندي في تلات يعني مرتبط بثلاثه فوسفات تمام فالانزيم ده هيقوم جاي كاسر فوسفاتاية واخدها حاططها على المادة اللي هو هيشتغل عليها ويتحول بدل ما كان ادينوزين تراي هيتحول الى ادينوزين ضاي نكون بس متفقين على النقطة دي ماشي ماشي يبقى انا عندي اي اي قينيس في الدنيا هيفصفر المادة ماشي وهيشتغل على الاتي بي وكمان معلومة كمان نستقولها وهيحتاج منجنيز عارفين يعني المنجنيز؟ كو فاكتور عشان, عشان ده سؤال امس كيو جامد تمام تمام يبقى يعني انا عندي اي كاينيز في الدنيا اي كاينيز في الدنيا بحط اسم المادة اللي هيشتغل عليها قبله هو هيشتغل على جلوكوز فسكر ثلاثي فهيكسو كاينيز هيفسفر المادة دي فيتحول لجلوكوز ستة فوسفات ست فوسفات يعني يعني فسفرها عن ذرة الكربون رقم ستة حط فوسفاتها تمام فتحول لجلوكوز ستة فوسفات قال لك حول ال ATP بي حط هنا منجنيز كو فاكتور حلو قوي بعد كده الجلوكوز 6 فوسفات اتحول لفركتوز 6 فوسفات فركتوز والجلوكوز مش الجلوكوز والفركتوز دولت ايزومر حط يا عم ايزوميريز على السهم ايزوميريز خلي بالك ان السهم ده رايح بس السهم ده رايح بس تمام بعد كده عندي هو هو المفروض هنا رايح جاي تمام المهم يبقى انا عندي جلوكوز 6 فوسفات بالايزوميريز معلش بالايزوميريز هيتحول الى فركتوز 6 فوسفات بعد كده الفركتوز 6 فوسفات هيشتغل عليه حاجه اسمها ايه فوسفو فراكتو كاينيز بالراحه كده انا عندي كاينيز بيفسفر الماده يعني ايه هيفسفر الماده يعني هيحط لها فوسفات ده بنت كنت اصلا فراكتوز 6 فوسفات فهيحط لها فوسفاته ثانيه تبقى اسمها فراكتوز 1 و6 باي يعني 2 باي فوسفات بالراحه تاني اسم الانزيم اسمه كاينيز انا ماليش دعوه بده بعدين اسمه كاينيز يعني ايه كاينيز كاينيز يا ستي انت بتحطي فوسفات انت بتفصفر الماده بتفصفر الماده يعني بتحط لها فوسفات طب وهنا انا عندي فركتوز 6 فوسفات هفصفر احطها على ستارت كربون رقم 1 فيبقى اسمه فركتوز 1 و6 باي فوسفات عظيم جدا الانزيم اسمه ايه بقى مش هو مش احنا قلنا بنحط قينيز ونحط الماده اللي هشتغل عليها اللي هي اسمها ما هي اسمها فركتو اسمها فركتوز 6 فوسفات يبقى فوسفو فركتو صح كده يبقى فوسفو فرق هي المنطقه اصلا متفصفره جاهزه هو هيزود الفصفاره بتاعتها بقى هيحط كمان ايه فوسفات عن زيت الكربون رقم واحد نمسح العك اللي احنا عكنا ده حلو جدا حلو يبقى انا عندي اسم الانزيم هنحط عليه بالإيه؟ بالماركر ادي احنا قولنا هنا اسمه كاينيز تمام طبعا حول اي تي بي ل اي تي بي واشتغل ايه فركتوز واحد وستة باي فوسفات حلو اوي ركز بقى معايا دكتور دلوقتي انا عندي الفركتوز واحد وستة باي فوسفات هيجي يشتغل عليه انزيم اسمه ألدوليز اللوليز ده بيكسر اعرف ده بيعمل ايه بيكسر هيكسر مركب من النص هيحول الى مركب فيه ثلاث ذرات كربون ومركب فيه ثلاث ذرات كربون اسمه ايه اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفات داي يعني اتنين هيدروكسي عشان في اتنين هيدروكسي الجروب حلو اسيتون عشان في مجموعه اسيتون في النص فوسفات سهله سهله يبقى انا عندي الفركتوز واحد وستة باي فوسفات مش هو في رقمين يبقى الضرس يبقى هيكسر هيكسر, هيكسر هيكون مركبين واحد اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفات وواحد اسمه جليسرالدهايد ثلاثة فوسفات جليسرالدهايد ثلاثة فوسفات طيب الخطوة الخامسة اللي يحصل هيجي انزيم اسمه ايزوميريز برضو برضو هيحول الدا هيدروكسي اسيتون فوسفات الى جليسرالدهايد ثلاثة فوسفات برضك ايزوميلز يبقى انا كده اول خمس خطوات نشد بس خط كده بسم الله الرحمن الرحيم ونتكلم تاني اول ست خطوات انا كان عندي جلوكوز داخل سليم في امانه الله قلت لك يا جسم انا محتاجتك فهتقوم جاي مكسر لي الجلوكوز هيك يشتغل عليه من اسمه جلوكوز يبقى هيكسو هيكسو كاينيز كاينيز يعني هيفسفر الماده هيحطها هيحط هيحط ذره فوسفاتيه على ذره الكربون رقم ستة فيتحول لجلوكوز ستة فوسفات فيتحول لجلوكوز ستة فوسفات بعدين قلنا اي كاينيز في الدنيا بيحتاج منجنيز وبيحتاج ايه اي بي يكسر بعد كده فركتوز ده سته فوسفات لازم بقى اغير يبقى فركتوز الجلوكوز يتحول لفركتوز عن طريق ايه عن طريق ايزوماريز حلو بعد كده الفركتوز سته فوسفات اصلا ماده متفصفرة في تيجي يبقى فوس كاينيز برده هنحط كاينيز تاني يتحول لفركتوز واحد وسته مش هي اصلا كانت عندي سته هنغير اللون عشان ما من, من بعض ماشي اصلا كانت عن ستة هي بقت فركتوز 1 و باي فوسفات عظيم فركتوز واحد و باي فوسفات ده كبير هيجي هيجي واحد يكسره من اللي يكسره الالدوليز ده يكسره الى جليسرول ده 3 فوسفات وداي هيدروكسي استول فوسفات بعد كده بالايزوكليز هيتحول لجليسرول ده 3 فوسفات يبقى انا كده عندي اول مرحله او اول فيز او اول فيز من الجليكوليسيس استهلكت فيها طاقه استهلكت فيها طاقه ازاي ايوه يا ابني كان عندك الاي تي بي كسر الفوسفات اخدها حطها علينا على صرة على الكربون هي ستة وطلع اي دي بي تمام فانا كده استهلكت اي تي بي وفي الخطوة الكوينيز التانية اللي هو كان متفصفر جاهز اصلا وزود الفسفرة تاني تمام اللي هو في الكوينيز ده كسر اي تي بي يبقى انا كده اتنين اي تي بي ضاعوا يا عيني حتى حزين اهو ضاعوا تمام ضاعوا. تمام طيب بعد كده بقى المرحله الثانيه اللي هي بقى مرحله الانتاج بصوا ايه فرحانه لو في مرحله انتاج الطاقه انتاج الطاقه شوفوا الجسم فرحان اللي هو انتاج ايه اللي يحصل بقى مش انا عندي في المرحله الاولى كان انا عندي اتنين مولوكيول من الجليسرول دهايد تلاته فوسفات قال هيجي يشتغل عليهم بقى حاجه اسمها ايه جليسرول دي هيدروجينيز ماشي جليسرول ايه دي هيدروجينيز هو دي هيدروجينيز يعني ايه من اسمه دي يعني 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 نزع هيدروجين يعني هيشيل هيدروجين مش احنا عندنا معنى الاكسده ايه اكسده يا اما بضيف اكسجين يا اما بشيل هيدروجينه يا اما بشيل الكترون دي معنى الاكسده ديت على جنب على جنب يبقى اما انا بشيل هيدروجين او بشيل الكترون او بضيف هنا انا هنا دلوقتي عملت اكسده بحاجة حاجه اسمها دي هيدروجينيس هيك يشتغل على طبعا هو هنا ضارب في اتنين ليه لان انا اصلا كان عندي اتنين جلس رضاية تلاته فوسفات بس انا داخل بس بواحد جلس رضاية تلاته فوسفات عظيم طيب فلما يشيل بقى فلما يشيل الهيدروجين تون دولت من هو الشيال بتاع الهيدروجين هيروح هيروح ينادي على واحد اسمه نمسح بس الخط ده كده هيروح ينادي على واحد اسمه اسمه ناد هيقول له تعالى يا ناد انت هتشيل هيدروجينتين وتتحول لناد اتش بلس اتش انت ايه انت هتشيل هيدروجينتين وتتحول لناد اتش بلس اتش كده عظيم فلما الجسر فلما الجسر الله الثلاثه فوسفات يتشال منه اتنين هيدروجين يتحطوا على ناد هيتحول مركب اسمه واحد وثلاثه فوسفو جليسرين تمام الواحد وتلاته فوسفو ده هيجي يشتغل عليه كينيز قلنا الكينيز بيفسفر الماده تمام بس هنا في الحاله ديت بقى بص هو الكينيز يا اما بيحط فوسفاته يا اما بيشيل فوسفات هو الكينيز ده بيحب يتعامل مع الفسفر يا اما يحط فسفره يا اما يشيل في الاول خطوتين كان حط هنا بقى هيشيل فبدل ما كان واحد وثلاثة باي فوسفو جليسريت هيتحول لتلاته فوسفو بس تمام وقلنا اي كينيز يحتاج منجنيز ويستهلك طاقه يكسر الاي تي بي يحولها الى اي تي بي تمام بعد كدة انا عندى 3 فوسفوجليسريت الثلاثه لما تتحول لاثنين يبقى بالميوتيز الميوتيز اللي هو الانزيم التحول هيحول ثلاثة فوسفوجليسريت الى اثنين اثنين فوسفوجليسريت بعد كده هيجي الاثنين فوسفوجليسريت هيشتغل على الاينوليز اينوليز يعني بيحب يشيل الميه الاينوليز يعني يعني بيحب يشيل الميه فهيتحول حاجه اسمها فوسفو بيروفيت بايروفيت وبالبايروفيت كاينيز برده نفس الكاينيز برضه هيتحول الى بيروفيت الكاينيز برده برده منجنيز وهيحول الاي تي بي هيكسرها يحولها الى اي بي تمام طيب لا اسفه معلش هنا الانزيم هنا الكاينيز اللي هنا هيفصفر الماده هيفصفر فهي فهيحط فوسفاته فهيحول الاي دي بي الى اي تي بي تمام يعني يعني هو هيشيل فوسفاته من الفوسفو انول بايروفيت عشان يتحول لبايروفيت تمام فهيشيل فوسفاته يحطها على الاي دي بي فتتحول اي تي بي يبقى انا اول يبقى انا اول اتنين كاينيز كانوا بيضيفوا فوسفات على الماده اللي بعده فكده كسروا الاتنين اي تي بي انما انما الكاينيز انما اللي في اللي بتاع الفوسفونيل البيروفيت ده ماشي حول الاي دي بي الإي تي بي يبقى كده طلع طاقه يبقى هو اصلا شال فوسفاته شال فوسفاته واللي كان هنا برده بتاع الكاينيز ده دا دوت برده شال فوسفاته وطلع لي اي تي بي وطلع لي طلع اي تي بي تمام يلا بقى يا دكاتره نمسح الدعاجنه دي كلها تاني ونكمل اللي احنا كنا واقفينه علشان الباسوي ده نقول لكم فيه الحاجات المهمه تمام طيب اه نمسح بقى المهم انا عندي عرفت ان الجليكوليسيس هي عباره عن تحويل الجلوكوز او هو conversion بتاع الجلوكوز الى اقعدوا معايا بقى بكسر الجلوكوز عشان انتج طاقه وعلى حسب حاله الجسم لو انا عندي اكسجين بيتحول لبايروفيت لو انا عندي اكسجين قليل او الانيروبيك جليكوليسيس بتحول في الاخر الى بايروفيت عرفت مكانها بتحصل فيه السيتوبلازم بتاع كل الخلايا عرفت ان اسمها الثاني اي ام بي باسوي وعرفت ان الستبس بتاعتها بقى هنجيب نقول المهم فيها بالراحه كده عندي تو ستبس او تو فيزز ماشي اول حاجه مرحله الانرجي كونسيومنج مرحله استهلاك الطاقه والمرحله ديت ببدا فيها بجلوكوز ماشي بنتهي فيها باتنين مولكيولز من الجليسرول هايدروكسي فوسفاته ولكن المرحله الثانيه ببدا فيها باثنين من الجليسرول دايت 3 فوسفات في الاخر بايروفيت المرحله الثانيه هي مرحله انتاج الطاقه عشان كده الجسم فرحان المرحله الاولانيه مرحله استهلاك الطاقه عشان كده الجسم زعلان في المرحله الاولى عندنا قلنا قلنا سريعا بقى قلنا ان الجلوكوز بيشتغل بيشتغل انزيم اسمه هيكسو كاينيز فالجلوكوز هيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات وقلنا اي كاينيز بيفسفر الماده فبيحول الاي الى ADP تمام بعد كده عندنا والتفاعل ده بالمناسبة هو irreversible يعني 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 لا رجعه فيه بمعنى كده ان انا لما اجي اعمل ريجليشن او اقول العمليه دي تشتغل امتى او اقفي امتى هشتغل على الانزيم ده نعلم عليه ونحفظه جدا اسمه هيكسو تمام طيب بعد كده بالنسبه للجلوكوز 6 فوسفات بالايزومينيس بتاعه فركتوز 6 فوسفات بعد كده بالنسبه للفركتوز 6 فوسفات بالكاينيز برضو يعني يعني هفصفر الماده دي تاني فيتحط فركتوز واحد وستة باي فوسفات بردك واكسر اي تي بي عشان اخد الفوسفاتة فتتحول الى اي بي بعد كده بالنسبه لي الفركتوز واحد وستة باي فوسفاتة. هيتحول الى بالالدوليس طبعا طبعا الالدوليس بيكسر من النص المركب فهيكسر المركب من النص هيتحول الى ذهب آه اللي هو داي هيدروكسي اسمه داي هيدروكسي داي ثواني اسمه داي عشان ممكن تسمعوا دي دهب دي برضه اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفات دهب والجليسرالدهيد 3 فوسفات الدهب ده في الايزوميريز هيتحول الى جليسرالدهيد 3 فوسفات بعد كده الجليسرالدهيد 3 فوسفات هيجي يشتغل عليه انزيم مهم جدا اسمه دي هيدروجينيز جليسرالدهيد 3 فوسفات دي هيدروجينيز اي دي هيدروجينيز هيشيل الهيدروجينتين هيحطهم على النات فتتحول الى نات ناد اتش بلس اتش حلو حلو بعد كده هيتكون مركب اسمه واحد وتلاتة باي فوسفو جليسريت ماشي واحد وتلاتة باي فوسفو مشان كانت عندي جليسرالدهيد تلاتة فوسفات فديها هيدروجينيز ده شال شال الهيدروجين ده فتحول الى واحد وثلاثة باي فوسفو الى واحد وتلاته باي فوسفو ده مركب غني افتكروا الكلمه دي يعني يعني ايه مركب غني مركب غني يعني لما اجي بصوا انا عندي اي مركب بيكون فيه في, في ما بين ذرات روابط الروابط دي لما تيجي تتكسر بتطلع طاقه الطاقه دي ممكن احصل منها عن طريقين اتنين حاجه اسمها سوبستريت ليفل فوسفوريليشن وحاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين ما تتخضوش من الاسماء بالراحه اي طاقه بتطلع نتيجه كسر المركبات دي تطلع يا اما يعني بطريقتين يا اما حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين دي سلسله تحصل جوه الميتوكوندريا هتاخدوها بالتفصيل في شابتر البايو انرجيتكس بدخل فيها النت اتش بلس اتش او الفات اتش 2 تمام جوه جوه السلسله دي عشان اطلع طاقه، يا اما حاجه اسمها سبستريت ليفل فوسفروليشن وديت هنشرحهم يعني هناخد عنهم نبذه مختصره دلوقتي يعني ايه سبستريت؟ سبستريت يعني ماده يعني انا سبستريت ليفل فوسفروليشن دي الماده اول لما بشغل عليها الانزيم تمام فالربطه تتكسر فالربطه دي هست او الطاقة اللي طلعت دي هستخدمها ان انا هركب فوسفاتة على ناد هركب فوسفات على اي دي بي عشان احول اي تي بي ما ما يكون كامل دلوقتى المهم يبقى أنا عندي واحد وثلاثة باي فوسفوجليسيد فوق يشتغل هاجي عليه إنزيم اسمه فوسفوراكت وكينيز بس الكينيز هنا بقى ايه بس الكينيز هنا هيشيل فوسفاتيه فلما يشيل فوسفاتيه هيتحول الى 3 فوسفوجليسريت تمام ويطلع لي اي تي بي يبقى انا كده يبقى انا كده هنا طلع لي اي تي بي وهنا كان طالع لي ناد اتش بلس اتش اللي انا قلت لك بيدخل جوه الالكترون ترانسبورت تشين في الميتوكوندريا ويطلع لي 3 اي تي بي يبقى انا كده معايا كام دلوقتي يبقى انا كده معايا 3 1 كده انا معايا 4 اي تي بي المهم بعد كده عندي 3 فوسفوجليسريت هيتحول ل 2 فوسفوجليسريت بالميوتيز تمام طيب الخطوة دي برضو مفيش فيها اي طاقة هتطلع بعد كده الانوليز دوت هيطلع مية ويتحول الى فوسفو انو البيروفيت والفوسفو انو البيروفيت بقى بالبيروفيت كاينيز هيتحول الى بيروفيت يبقى انا كده في عندي اتنين كاينيز اه اتنين كاينيز واحد اسمه فوسفو فراكتو كاينيز وده انزيم مهم جدا الريفيرزابول يعني لا راجعة فيه دوت برضك بعمله ريجيليشن يبقى انا كده الانزيم اللي بعمله ريجيليشن هو الهيكسو كاينيز وهو الفوسفو وهو وهو اللي هو اسمه فراغته كاينيز واخر انزيم عندنا اللي هو البيروفيت كاينيز البيروفيت كاينيز دوت هيحول اي دي بي الى اي تي بي ويشيل فيتحول لبيروفيت يبقى انا كده معايا ادي, أدي واحده اي من الكاينيز وادي واحده اي تي بي آه واحده من الكاينيز التاني يبقى انا كده اتنين اي تمام وادي كده عندي يعني طلع اتش بلس اتش ب يبقى انا كده عندي 3 أربعة خمسة تمام طيب الخمسه اضربهم في اتنين. لان اصلا كان داخل عندي 2 الله والله التلاته فوسفات يبقى الاتنين في خمسه بعشره تمام يبقى انا كده انتاج الطاقه عشره عشره اي تي بي طيب ما انا اصلا كنت مستهلك اتنين في اول مرحله مش انا في اول مرحله كان في اتنين قينيز شغالين برضو اللي هو الهيكس والكاينيز اشتغل برضه اتكسر اي تي بي وال... والقينيز التاني اللي هو في هو في الفوسفوراكتو تمام في الفوسفوراكتو كايناز وكاينيز آه برضك كسر آه واحده اي تي بي فانا كده عندي الطاقه المفقوده اتنين اي تي بي يبقى انا كده كونت عشرة وفقدت 2 لص فانا كده عندي 8 اي تي بي يبقى انا كده محصله الطاقه 8 اي تي بي حلو كده حلو يبقى انا دلوقتي هنروح نقراها من الكتاب هنفهمها اكتر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بصوا يا حبايبي دلوقتي أدي كده عندي قالك لك معناها معناها الديفينيشن بتاعها هي عباره عن كونفرجن اوف الجلوكوز او الجليكوجين الى الى البايروفيت في وجود الاكسجين اللي اسمها ايروبيك جليكوليسيس ايروبيك جليكوليسيس بطلع منها بيروفيت فاكر لما انا طلعت بدات بجلوكوز وطلعت في الاخر في الاخر بيروفيت في الرسمه قال لك اه فده بسميها ايروبيك او لاكتيت في الابسنس أو في الاكسجين سميتها انيروبيك جلايكوليسيس بتحصل في السيتوبلازم بتاع كل الخلية مش احنا قلنا ان الانيروبيك جلايكوليسيس دي لما يكون عندي الاكسجين ناقص في الاكسرسايزنج ماسل عشان كده بتراكم حمض اللاكتيك لما قلت لك بيبقى بيحصل فيها شد عضلي او الميتوكوندريا زي لان 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 الريد بلاد دي ما فيش فيها ايه ما فيش فيها ميتوكوندريا فانا عندي ايه رب يعني بدون اكسجين حلو بعد كده بالنسبه للستبس مش احنا قلنا يا دكاتره ان احنا عندنا اتنين ستيج اول مرحله اسمها بحول الكونفرجن اوف الجلوكوز الى ايه الى اتنين جليسرا الضهية ثلاثة فوسفات ركزوا بالراحه كده اسمها انرجي كونسيومنج يعني انا بستهلك طاقه بستهلك اتنين اي تي بي بسم الله ما شاء الله الاتنين كاينيز اللي هو الهيكسو كاينيز او بص هو الهيكسو كاينيز او اسمه الاسم الانزيم التاني اسمه جلوكو بس في فرق ما بينهم فرق بسيط بس هم بيعملوا نفس الشغل هيكسو السكريات الثلاثيه جلوكو على جلوكوز سبيسيفيك حلو قوي وبعد كده الانزيم التاني اسمه فوسفوراكتو كاينيز 1 تمام بردك استهلكت واحد اي تي بي وانا استهلكت واحد اي بي تمام بس قال لك بقى هنا معلومه مهمه قوي بيقول لك ايه لو انا بدات بيه جلايكوجين لو انا بدات التفاعل بتاعي بيه جلايكوجين ايه اللي هيحصل هفقد واحد اي تي بي بس هعمل نص لواحد اي تي بي بس ازاي ازاي مش انا لو بدات لحظه يا جماعه مش انا لو بدات بيه جلايكوجين بيه هحوله على طول الي جلوكوز ستة فوسفات من غير ما استخدم الخطوة ديت تاني 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 أنا كنت بخسر أي تي بي عشان خاطر احول الي جلوكوز ستة فوسفات تمام ، لأ أنا عندي في الحالة دي بقى الجليكوجين هيتحول على طول لجلوكوز ستة فوسفات على طول تمام فأنا كده الجلوكوز ستة فوسفات جاهز عندي على طول فأنا احتاجتش يعني احتاجش يكسر لي أي تي بي فاهمين؟ إن شاء الله يبقى أنا عندي مكتوب اهو لأن انا عندى ان ال if we start with the افتكر ان ان نفتكر ان الجلايكوجين ده ما بيخليش ما بيخليش الهكسوكاينيز ده يشتغل فالهكسوكاينيز ده ما اشتغلش انا كده مش هكسر اي تي بي مهم اونلي اي تي بي از لوست في ستيج 1 لان از جلايكوجين باي باي جلايكوجين لايسيس لما الجلايكوجين ده بيجي يتكسر بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات دايركت دايركت إسبيرنج يعني بيتخطى او يعني بيتغاضى عن الخطوه الاولانيه اللي هي اسمها الجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز ستيب هقول لك تاني يبقى انا عندي الجلايكوجين ده لما بيجي يتكسر اصلا بي بيديني على طول على طول بيديني على طول على طول اللي هي الجلوكوز 6 فوسفات دايركت يعني بيديها لي بطريقه مباشره ما بحتاجش اكسر اي تي بي عن طريق الجلوكوكاينس بقى عشان عشان يعني اخسر فاهمين تمام ان شاء الله بعد كده بقى المرحله الثانيه كونفرجن اوف 2 جليسرول 3 فوسفات الى 2 بايروفيت لو كان ايروبيك او 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 لاكتيت لو كان انيروبيك هو انا اصلا بجيب اللاكتيت من البيروفيت ازاي عن طريق حاجه اسمها بيروفيت دي هيدروجينيس. بيروفيت دي هيدروجينيس. دي هيدروجينيس يبقى هينزع اتنين هيدروجين تمام هيحطهم على النات فيطلع نات اتش بلس اتش ودي تاخدوها ان شاء الله في اول خطوه في الكريبس تمام تمام بعد كده عندنا هي الانرجي برودكشن ماشي ماشي بحول بقى ستارتنج و والله ثلاثه فوسفات بنتج 9 اي تي بي طب ازاي تسعة اي تي بي بص هو في الكتاب هنا بصوا يا دكاترة احنا كان عندنا تصنيف قديم بص هو اي ناد ناد اتش بلس اتش بيجي يخش جوه حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين علشان يطلع لي طاقه الالكترون ترانسبورت تشين دي بتحصل جوه الميتوكوندري. ادي الميتوكوندريا تمام وناد اتش بلس اتش لما بيخش جواها كان بيطلع لي 3 اي تي بي 3 ايه 3 اي تي بي تمام دي هت في الكتب القديمه انما في الكتب الجديده قال لك ان الناد اتش بلس اتش ده بيطلع لي 2.5 اي تي بي اتنين ونص اي بي فانا مش عارفه هل هيمشوها لكم على تلاته ولا هي هيمشيها لكم على اتنين ونص بس احنا اهم حاجه ان احنا فاهمين الفكره فهم لو هيمشوها على اتنين ونص فانا عندي اول مرحله خالص فاكرين بعد الجليسرولدايت تلاته فوسفات كان شغال عليه جليسرولدايت تلاته فوسفات دي هيدروجينيز فاكرين لما كان شال دي هيدروجينيز شال, اه شال 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 هيدروجينتين حطهم على نات فتحول لنات اتش بلس اتش اتنين ونص في يبقى كده خمسه اي بي تمام خمسه انما لو على ثلاثة يبقى هنا عادي 3 في 2 ب 6 على حسب الدكتور هتمشيه عليه طيب بعد كده مش مشان قلت لك الاثنين كاينيز في المرحله الثانيه بيحطوا الفوسفات على الاي دي بي فتتحول لاي تي بي تتحول لاي تي بي عظيم يبقى انا عندي الكاينيز اللي هو ثلاثة فوسفو جليسيريت كاينيز والبايروبيت كاينيز اللي هو كان في اخر خطوه خالص اللي هو لو تفتكر كان كان ريفرسابل تمام المهم هيطلع لي هيطلع لي اي تي بي طيب ما انا اصلا داخل ما انا اصلا داخل باتنين جليسرا وضعت 3 فوسفات وكل مولوكيول من جليسرا وضعت 3 فوسفات كان بيطلع لي واحده يبقى انا كده واحد فت... واحده في 2 ب 2 اي تي بي وهنا برده واحده في 2 ب 2 اي تي بي يبقى انا كده نجن عد معلش بس عشان اختي المهم مهم آه يبقى انا عندي كده آه 2 اي تي بي و2 اي تي بي يبقى كده 4 والخمسه يبقى كده 9 اي تي بي تمام يبقى الانرجي جين في وجود الاكسجين 9 اي تي بي تمام طيب ولكن عندي الطاقه ماشي هو انا تسعة اي تي بي بس انا لما لما بفقد اتنين بتوع اللي انا عملتهم كونسيوم في المرحله في المرحله الخطوه الاولانيه يبقى كده بفضلى لي سبعة بس هتبقى تمانية لو ايه لو بالحسابات اللي هي تلاتة على حسب بقى انت هتمشي على ايه طيب طيب بعد كده بيقول الطاقه اللي انا هحصل عليها في في ابسنس اوف اكسجين يعني في غياب الاكسجين احصل على كم طاقه ركز بقى مش انا قلت لك اي ناد اتش بلس اتش دوت بيخش جوه الميتوكوندريا بيدخل في حاجه اسمها اي تي سي الكترون ترانسبورت تشين ويطلع لي كل ناد على حسب ما الدكتور هتقول لكم ثلاثه ولا ثلاثه ولا اثنين ونص ماشي طب دلوقتي الميتوكوندريا طب دلوقتي ما اكسجين تمام فما فيش ميتوكوندريا فما فيش الكترون ترانسبورت تشين فايه اللي يحصل او ايه الطاقه اللي انا حصلت عليها هحصل الطاقه اللي انا حصلت عليها بقى عن طريق السبستريت ليفل فوسفوريليشن يعني ايه سبستريت ليفل يعني الانزيم بيجي يشتغل على الماده تمام وهم عامه ثلاث انزيمات في جسمنا كله بيشتغلوا بالطريقه دي او بيطلعوا طاقه بالطريقه دي من عندي انتاج الطاقه احنا قلنا بقى انتاج الطاقه بطريقتين يا اما الطريقه العادي خالص الكترون ترانسبورت تشين عادي جدا جدا لو عندي طاقه وعندي ميتوكوندريا لو عندي ميتوكوندريا ولو عندي اكسجين يا اما المرحله التانية. سابستريت ليفل فسفوريليشن وهم ثلاث انزيمات في الجسم كله احنا كده خدنا اثنين كاينيز في الكريبس اللي هم البايروفيت كاينيز كينيز كاينيز وفي واحد كمان هتاخدوه في كريبس اسمه مش فاكره اسمه بس هو كاينيز برده تمام طيب؟ بس هو كاينيز برده يبقى دلوقتي دلوقتي في عدم في ابسنس اوف اكسجين في غياب الاكسجين اللي يحصل هيطلع بقى على السابستريت ليفل فوسفوريليشن لان في سابستريت ليفل فوسفوريليشن كنت اي كيناز بيفسفر الماده فهيحول الاي دي بي هيحط عليها فوسفاتيه وتتحول الى اي تي بي يا رب تكونوا فاهمين معايا فدلوقتي عندي الخطوتين بتوع الكيناز كل خطوه بتطلع لي 2 وكل خطوه بتطلع لي 2 يبقى انا كده عندي أربعة اي تي بي يلا نقرا بقى طيب يبقى انا عندي التوتال جين في وجود الاكسجين في وجود الاكسجين تمام طيب؟ اللي هو هيتحول في الاخر لبايروفيت انا كنت كسبت تسعة كنت, كنت كسبت تسعة بس كنت خسرت اتنين يبقى سبعة اي بي طيب سبعة اي تي بي وتمانية طيب. بحساباتنا بحساباتنا لو هنحسب على تلاتة فاهمين قصدي فاهمين طيب لو انا بدات بالجلايكوجين مش لو انا بدات بالجلايكوجين كنت بخسر واحده بس كنت بخسر واحده لان خطوه الهيكسو ما كانتش بتشتغل عندي تمام طيب؟ انا كنت بخسر واحده وانا اصلا في الاصل 9 فهيبقى فهيبقى 8 اي تي بي لو استرت بالجلايكوجين تمام طيب؟ تمام طيب التوتال انرجي بصوا بصوا يا دكاتره اكتر اسئله بتجيلكم في البايو في الجزء ده حساب الطاقه من الاخر حساب الطاقه المهم بعد كده التوتال جين في ابسنس اوف الاكسجين مش انا كان عندي اربعه اصلا اللي انا انتجتهم من من حاجه اسمها كاينيز قال لك اه بس انا كنت خسرت اتنين يبقى يفضل لي اتنين اي تي بي طيب لو انا بادئ بجليكوجين انا هخسر واحد بس لان انا ضغطيت على خطوه الهكسو كاينيز صح كده ولا مش صح فهيبقى عندي اربعه ناقص واحد تلاته اي تي بي عظيم جدا بصوا بقى الدكتور قايل ايه في الداتا بتاعتكم قايلة ان انا عندي فيه تو ميثود عشان احصل على الاي تي بي احنا قلنا سابستريت ليفل فوسفوريليشن قلنا اي حاجة فيها كاينيز ودول 3 انزيم في الجسم كله سابستريت ليفل فوسفوريليشن وقلنا حاجة اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن او اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين اللي كان فيها الميتوكوندريا كده واللي كنت بدخل فيها كانت بتخش كده في سلسلة وكانت بتطلع النات النات اتش بلس اتش و والفاد اتش 2 كان بيطلع لي هنا اتنين ونص بالتقسيمة الجديدة او تلاتة بالتقسيمة الايه القديمة تمام بعد كده قلنا سبستريت ليفل فوسفوريشن ادي الانزيم ادي الانزيم بيجي يمسك في الماده في السبستريت بتاعتي فبيخليها تمسك ال الاي دي بي عن طريق الطاقة بصوا عن طريق, الطاقة بتمسك الفوسفاتية في الاي دي بي فيتحول اي دي بي فتتكون اي دي بي بكل بساطه طيب بعد كده بالنسبه للالكترون ترانسبورت تشين قلت لك هتعرف عنها ثلاث كلمات بس لانها هتاخدها ليتر اون بالتفصيل في البايو انرجيتكس المهم انا عند الكترون ترانسبورت هي اول معلومه ان هي بتحصل في الميتوكوندريا اللي بيخش فيها بيخش فيها يا اما ناد اتش بلس اتش او الفايت اتش 2 عشان خاطر احصل في الاخر على اي تي بي بس وديت لو انا ما عنديش اكسجين او لو انا عندي خليه زي رفت بلس ما فيش فيها ميتوكوندريا مش بتحصل فيها السلسله دي كده احنا خلاص خلصنا تمام زي ما احنا قلنا برده تو ميجر بصويه اهمت في عندنا ايروبيك اي اي وفي عندنا اللور الانيروبيك ماشي بعد كده برده قلنا الميتوكوندريا هو المسؤول عن الريسبيراتوري عشان الاكسجين تمام يلا بقى نكمل يلا نكمل قراءه الكتاب بقى طبعا احنا عندنا ايه احنا عندنا احنا خلاص كده خلصنا حسابات الطاقه وقلنا ان هي اهم حاجه قال لك بعد كده مصير ان اتش بلس اتش برده لا موجود في الكتاب هو ان اتش بلس اتش لو انا عندي ايروبيك يعني انا عندي فيه هوا ان اتش بلس اتش هيروح على السيتوبلازم من رجلي بعد كده يخش الميتوكوندريا عشان يحصل في عشان يديني اي بي تمام طيب بعد كده بيقول لك ان الميتوكوندريا الممبرين الميتوكوندريا الممبرين ار يعني لا يسمح بدخول النات اتش بلس اتش ده تمام لذلك هيعدي عن طريق بوابتين اثنين حاجه اسمها ماليت شاتل وحاجه اسمها آه شاتل يبقى انا عدي ماليت اسبارتيت شاتل والجليسروفوسفيت شاتل دول هنتكلم عنهم ان شاء الله في اخر الفيديو عشان ما نقطعش الجليكوليسيس قوي بس احنا نبقى عارفين ان انا عندي ان الايروبيك جليكوليسيس دي النات اتش بلس اتش ايروبيك يعني في اكسجين يعني هيخش جوه الميتوكوندريا الكترون ترانسبورتشن ويطلع لي اي تي بي تمام طيب قال لك ان الميتوكوندريا من برين لا يسمح بدخول نت اتش بلس اتش عشان يدخل لازم ان لازم يعدي كده شاطل يعني يعني انطره كده او ايه او زي وصله يعني حاجه اسمها الماليت شاطل وحاجه اسمها الجليسروفوسفيت شاطل هنشرحهم بالتفصيل بعدين تمام تمام ولكن عندي بالنسبه للانيروبي جليكوليس بقى النت اتش بلس اتش كان تي بي يعني انا ما ينفعش اعمل له جوه الريسبيراتوري عشان ما فيش اكسجين اصلا انيروبيك يعني نو اكسجين يعني نو اكسجين تمام لذلك قال لك اهوت الت... لكن يعني انا عندي ما فيش ميتوكوندريا زي ريد بلاد او ما فيش اكسجين لكن في... يعني لكن جوه اكسجين في الاكسر اللي يحصل بقى ايه انا عندي بدل بدل من ان انا اعمل بدل من ان انا عندي اتش بلس اتش يخش كميته يكون بيطلع طاقه لا ده هيتحول الى لاكتيت اهو كونفرتنج الى لاكتيت وزود اي تي بي برودكشن ولكن الاي تي بي اللي هتطلع عندي في المرحله دي في السبستريت ليفل فوسفوريليشن تمام في هنا جدول قبل ما ندخل على الريجليشن بتاع الجليكوليز الجدول ده بيقول لي بيقول لي الديفرنس في عندي اختلاف ما بين الجلوكوكاينيز وما بين الهيكسوكاينيز كله و هيكسو بالراحه كده هيكس هو اللي موجود في في معظم الخلايا حتى لو تلاحظ في الاماره هو اللي كان مكتوب على السهم يبقى مكتوب في النص تيشو انما الجلوكوكاينيز موجود بس في الليفر وفي البيتا سيل بتاعت البنكرياس يلا بقى نركز معانا كده يلا نركز معانا هيكسو ده اللي كان مكتوب على السهم في كل التيشوز الجلوكوكاينيز موجود في الليفر والبيتا سيل بتاع البنكرياس ليفر وبيتا سيل السبيسيفستي الجلوكوكاينيز بيشتغل على اسمه جلوكو يبقى جلوكوز بس هيكسو كل الليكسوز بقى جلوكوز فركتوز كل حاجه طيب بعد كده بالنسبه ايه بالنسبه عندي ليه الكاينيتكس الجلوكوكاينيز الجلوكوكاينيز بيكون هاي كي ام اوف اوف الجلوكوز تمام يلا ركز تاني بالراحه يبقى احنا كنا بنتكلم عن الفروقات ما بين الجلوكوكاينيز اللي هو سبيسيفيك على الجلوكوز بس احنا قلنا بيشتغل على الجلوكوز بس عشان كده قال لك ايه قال لك ان هو بيشتغل على الجلوكوز اونلي لما يكون هاي جلوكوز كونسنتريشن في التيشو هنعلم بس القلم هنغير القلم لما يكون ايه يبقى هو بالراحه الجلوكوكاينيز فهو جلوكو يعني بيشتغل على جلوكوز على جلوكوز اونلي عشان كده بيحتاج ان الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في الدم يكون عالي بس وبيحتاج هاي في ماكس اوف الجلوكوز يعني ايه يعني يعني هو هيعمل فسفره مش هو كاينيز فهيعمل على الماده بس في حاله large amount of glucose تمام سو ليفر كان ايفكتفلي ريموف الجلوكوز فروم البورت فروم بورتر blood تمام انما عندي الهيكسو كاينيز هيكسو كاينيز بصوا الهيكسو ده اللي هو نوتس سبيسيفيك خالص يعني بيشتغل على كله بما انه بيشتغل على بتاع كله فهيكون في الحاله دي اللي هو لو جلوكوز كونسنتريشن في التشو بيشتغل عادي والجلوكوز نسبته قليله في التشو لذلك آه برضو يبقى هو اتنين لو يبقى انا عند الاكسو افتكروها اتنين لو اللي هو لو في ماكس لو في ماكس ولو كي ام فور الجلوكوز يبقى هو بيشتغل على كميه قليله من التركيز قليل من الجلوكوز وبيشتغل على كانت فوسفوريت لارج اماونت من الجلوكوز يبقى انا عندي مش هيعمل فسفره للارج اماونت من مش انا كان عندي جلوكوز بيشتغل عليه جلوكوكوينز او ليكسوكوينز وتحول ل اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات ماشي في حاله الهيكسو كاينيز لو اللي هو الرحم الهيكس والكينيز هيشتغل على عادي اللي هو جلوكوز كونسنتريشن في البلد عادي هنا هنا الجلوكوز عادي لانه يعني نقص نوت سبيسيفيك تمام طيب كانت فوسفوريت لارج اماونت من الجلوكوز ودي مهمه جدا تيجي صح وغلط او تيجي اختيار طيب انما بالنسبه للجلوكو لا انا الجلوكو يا باشا انا هاي سبيسيفيك يعني ايه هاي سبيسيفيك يعني هشتغل بس يعني 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 على لارج اماونت من الجلوكوز ولازم تكون نسبته عاليه في البلد طيب بعد كده بالنسبه للجلوكو كينيز قال لك انديوسد باي الهاي كاربوهيدرات دايت او الانسولين مش انا مش انا لما اكون واكل كاربوهيدريت كتير. كاربوهيدريت كتير ماشي هيبقى في سكر كتير او الانسولين ما هو الانسولين اصلا بيدخل الجلوكوز جوه الخليه علشان ايه يقوم بالعمليات الحيويه اللي هو الانسولين دي بتنت في قصه لو فاكرين في اول في اول الجزء ففي الحاله ديت ايه الجلوكوكينيز بي بيتاثر بدي ولكن نوت افكتد بالجلوكوز 6 فوسفات كونسنتريشن دلوقتي مش انا عندي ان الجلوكوز بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفات تمام بالجلوكوجينيز او بالهكسوكينيز طب لو انا عندي هنا جلوكوكينيز طيب افترضوا النواتج زادت يعني الجلوكوز 6 فوسفات عليت 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 قوي مش المفروض تروح تقول إنزيم اقف اقف يا انزيم اقف يا انزيم بطل تحول لي الجلوكوز للماده دي لان لاني انا اصلا كبيره اصلا في الدم فانت ليه بقى يا انزيم تحول الجلوكوز فاقف لا قال لك الانزيم ده بقى يعني متكبر ما بيتاثرش بزياده الماده دي ولكن الهكسوكينيز ده لا بيتاثر بالماده دي تمام وهنا بردك قال لك ان الهكسوكينيز نوت افكتد بالانسولين الهكسوكينيز مش بتاثر بالانسولين تمام طيب الهيكسو كانز انيبيتد باي البرودكت اوف جلوكوز 6 فوسفات بحاجه اسمها نيجاتيف فيدباك انيبيشن يعني لو انا عندي جلوكوز 6 فوسفات كتير طبعا الهيكسو ده محترم محترم ليه لان الماده ديت اول لما تزيد هتروح تقول يا عم بطل بطل تحول الجلوكوز للماده دي هيقول خلاص ماشي ولكن الجلوكوز لأنه لان هو سبيسيفيك على الجلوكوز بس فهو هو متكبر متكبر ليه لان لان ما بتاثرش بالماده ديت وكمان وكمان بيشتغل على الجلوكوز وهو في كميات عاليه زي ما احنا متفقين تمام هنروح برده للداتا كده نشوف لو اي زياده ادي الداتا عندي بتقول لي نفس بالراحه ادي عندي الداتا برضو زي ما احنا قلنا الديفينيشن والسايت ماشي والستبس بتاعتها ماشي وادي برضو آه. وادي برضو البايروفيت اللي احنا قلنا بلاكتيت ده هيدروجينيز دي هتضاف في الكريبس وقلنا الطاقه وحسبناها ازاي تمام قلنا التوتال انرجي حسبناها ازاي طيب بعد كده بقى هناخد بقى الاهميه وفي جدول هنا اهوت برضو نفس الجدول اللي احنا قلنا الجلوكوكينيز والتكسوكينيز حلو قوي طيب آه بعد كده بقى نيجي نروح لأهمية الجلايكوليسيس يلا نكمل يا دكاترة يبقى انا كده في الجلايكوليسيس خدت فيها آه لو لو ليها اسم تاني خدت فيها تعريفها خدت فيها بتحصل فين خدت فيها الخطوات نيجي ناخد المرحلة بقى الأصعب يعني والأقوى حاجة اسمها ريجليشن يعني ايه ريجليشن يعني تنظيم مش احنا قلنا لما اجي اعمل ريجليشن لأي عملية من العمليات او اي بصويز من البصويز هعمل ليه الـ انزاي يعني في تلاتة الريفرزابل انزيم اللي هي الخطوة رقم واحد والخطوة رقم تلاتة والخطوة رقم عشرة اللي هما كان البيروفيت كاينيز والهكسو كاينيز او الجلوكو كاينيز والفوسفوفاركتو كاينيز ون تمام دولت عبارة عن مجموعة من الثلاث انزيمات السهم بتاعهم رايح في اتجاه واحد بس الريفرزابل فانا لو عايزة عملية الجلوكوليزيس ديت تقف هروح اوقف التلات انزيمات دولت ولو انا عايزه عمليه الجلوكوليزيس دي تمشي هروح ازود التلات انزيمات دولت يبقى انا قلت التلات انزيمات منهم اول واحد الهكسو كاينيز او جلوكو كيناز رقم اتنين الفوسفو فراكتوم كاينيز واحد رقم تلاته البيروفات كاينيز تمام اوي طيب انا لما باجي اعمل ريجوليشن لاي عمليه من العمليات في عندي تلات مراحل في حاجه اسمها واحد اتنين تلاته في حاجه اسمها الستريك ريجوليشن في حاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن في حاجه اسمها ريجوليشن اوف الجين جين ترانسكريبشن يعني ايه الستريك ريجوليشن الستريك ريجوليشن يعني اسمه ادي عندي الانزيم طبعا طبعا ادي كده عندي الانزيم بيجي يشتغل على الماده الفلانيه تمام عادي في بقى هنا عندي سايت بعيد فسميته الستريك سايت الستريك سايت يعني يعني الستريك سايت يعني يعني مكان بعيد عن الماده عن المكان اللي بتمسك فيه السبستريت او الماده بتاعتي تمام الالوستريك سايت ده ممكن يمسك فيه ماده تعمل اكتيفيشن للانزيم ده وممكن يمسك فيه حاجه تعمل انهيبيشن للانزيم ده تمام تمام وهنوضحها برضو على رسم بالنسبه للكوفيلنت موديفيكيشن كوفيلنت معناها ربطة تساهمية يعني ايه يعني انا في عندي مجموعه من يعني الانزيم يعني انزيم موديفيكيشن يعني تعديل انا عندي الانزيم اهو في ممكن احط عليه مجموعه فوسفات ويبقى الانزيم ده اكتف كده اكتف يعني في مجموعه من الهرمونات مجموعه الهرمونات دي بتشتغل ببعصوي معين لسه هنقوله تمام الهرمونات دي لو جت على الانزيم ده عملت له فسفره او حطيت له مجموعه فوسفاته والانزيم بقى في الصوره الاكتف وفي برضو مجموعه هرمونات تانية بتيجي على الانزيم تشيل من عليه مجموعه الفوسفات ويبقى الانزيم اكتف برضو يعني الانزيم على حسب ممكن يكون الانزيم في يعني الاكتف فورم بتاعه الانزيم وهي متفسفره وممكن يكون في في تفاعلات تانية الاكتف فورم من الانزيم وهي مش متفسفره على حسب الهرمون اللي عمل الكلام ده تاني بالراحه بالراحه دلوقتي دلوقتي انا عندي في مجموعه من الهرمونات جسمي بيفرزها في عندي في عندي هرمون الانسولين وفي عندي هرمون الجلوكاجون والادرينالين والنور كل الهرمونات الثانيه يبقى انا عندي اي هرمون غير الانسولين ده بسميه ايه دكاتره بسميه انتي انسولين وفي الانسولين بقى بالراحه اي هرمون تاني غير الانسولين دوت بيعمل فسفره للانزيم يعني ايه هنقول بقى هنقول الباسوي اللي بيعمل فيه فساره الانزيم بس ثواني يبقى 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 الهرمونات دي يبقى الهرمونات دي بتخلي الانزيم عليه فوسفات والانزيم ده يكون اكتف تمام طيب الانسولين هرمون بيقول الانسولين هرمون ما بيحبش الانزيم ده يبقى شايل فوسفات فبيخليه دي فوسفوريليت فورم يبقى يبقى الانسولين بيخلي الانزيم دي فوسفوريليت فورم ويبقى الانزيم ده كده اكتف وزي الفل فانا هبتدي اشوف التفاعل اللي عندي هو الانسولين ده بيمشي التفاعل ولا بيوقف التفاعل بمعنى انا عندي دلوقتي جلوكوز كتير فالانسولين هيمشي الدنيا ولا هيوقف الدنيا لا ما هو, ما هو الانسولين اصلا بيحفز دخول الجلوكوز جوه الخليه عشان يحرقه لان الانسولين ده بيحرق الجلوكوز صح ولا مش صح عشان يطلع طاقه معنى كده ان الانسولين ده هيخلي التفاعل تمام وزي الفل هيخلي التفاعل ماشي في السليم طيب معنى كده ان الانزيمات لما تكون في صورة اكتف كده هتكون فوسفوريليتد ولا دي ارجع اشوف الانزيم الانسولين ده كان بيعمل دي في الانزيم يبقى هذا الانزيم هيكون في صورة اكتف وهو دي فوسفوريليتد وهو متشال من عليه مجموعة الفوسفات هقول لك تاني انا في عندي مجموعة من الهرمونات هنقسمهم لاتنين كاتيجوري في عندي انسولين جروب وفي عندي انتي انسولين جروب الانسولين ده بيحب يشيل بيحب يخلي الانزيم معلهوش اي فوسفات فلو انا البصويدة ده الانسولين هرمون الانسولين كان بيحبه يبقى الانزيم هيبقى اكتف وهو في الديفوسفوروليتد فورم تاني لو انا عندي هرمون الجلوكاجون هرمون الجلوكاجون بيحب يفتكروها كده ان الجلوكاجون مع ادرينالين مع انه ادرينالين مش عارف ايه فبيحب يبقى الانزيم متفصفر فبيحب يبقى الانزيم شايل حاجه فوق دماغه لان هما كتير اصلا هم كتير فبيعذبوا الانزيم يعني المهم فبيخلوه شايل مجموعه فوسفات على دماغه تمام فالانزيم وهو في الصوره الفوسفوريتد فورم ماشي هيكون اكتف فلو انا عندي التفاعل تمام تمام لو انا عندي التفاعل ده هرمون الجلوكاجون ده بيحفزه يبقى الانزيم ده هيكون اكتف وهو في الصوره الفوسفوريليتد فورم حلو قوي طيب بعد كده في برضو مجموعة من الريجوليشن تاني حالة الفيدنج والفاستنج يعني 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 ايه فيدنج وفاستنج يعني انا متغذي كويس فيدنج يعني انا باكل كربوهيدرات كويس يعني انا عندي جلوكوز كويس يعني الجلوكوز هيخش الضوء هيخش السايكل بتاعتي كويس وهيطلع لي طاقة تمام طيب لو انا برضو صايم صايم التفاعل ده هيحصل ولا مش هيحصل دي اللي احنا هنعرفه عن طريق الريجوليشن يبقى انا كده في عندي 3 خطوات في الريجوليشن يا اما الريجوليشن عن طريق حاجه اسمها الستريك يعني اللوستيريك يعني في ماده هتيجي تمسك في الانزيم في الستريك سايت يعني المكان البعيد المادة دي لو كانت هتأكتف الانزيم فهي فهي فهيخلي التفاعل نشيط لو لو هتعمل انهيبيشن للانزيم فهيخلي التفاعل انهيبيشن تاني حاجة حاجة اسمها كوفيلنت كوفيلنت احنا قلنا رابطة تساهمية رابطة تساهمية بالفوسفات يعني الفوسفات هتقدر ترتبط برابطة تساهمية كده في الانزيم على حسب الجلوكاجون واخواته بيخلوا الانزيم كبير لان هما كتير فبيخلوا الانزيم فوسفوريتد فورم فهيخلوا الانزيم اكتف وهو في صورة الفوسفوريتد فورم لكن الانسولين لكن الانسولين هيحب الانزيم ما يبقى لوحده يبقى الواحد ويبقى ماشي لوحده لان لوحد. الانزيم لوحده الوحده. الانزيم ماشي لوحده يعني الانسولين هيروح يقول للتفاعل ده لا ما تشيلش فوسفات فلو فلو التفاعل ده كان بيحب الانسولين يعني لو التفاعل يعني لو الانسولين ده كان بيحفز التفاعل يبقى الانزيم اللي مسؤول عن التفاعل اصلا هيبقى في الصوره دي فوسفوريتد اكتف وصلت كده تمام احنا بقى نقدر نقرا الكلام آه بيقول لي بتاعت الله الرحمن بيقول لي الريجوليشن بتاعه الجلايكوليسيس آه انا بعمل الريجوليشن للجلايكوليسيس آه عن طريق عن طريق الثلاثه الريفرسبل انزيمز اللي هما الكي انزيمز بتاعتي في عندنا الجلوكوكاينيز او الهيكسوكاينيز اول او يبقى انا عندي اول الخطوه رقم واحد والخطوه رقم عشرة والخطوه رقم ثلاثة يبقى انا عند الخطوه الاولى سهله هيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز اللي احنا خدنا الفرق ما بينهم في الجدول وبعد كده البايروفيت كاينيز وبعد كده الفوسفوفوراكتوكاينيز واحد دوت يبقى ده اهم واحد فيهم يبقى هما التلاته كي انزيم ولكن أهم واحد فيهم لو قالك الكي زى ما بين قوسين يبقى الفوسفوراكتو كاينيز 1 حلو بالنسبه للالستريك ريجوليشن لحظه بس اوريك الالستريك ريجوليشن ده بيشتغل ازاي في الداتا بصوا ازاي بصو ادى عندي زي ما احنا اتفقنا بالظبط ادى كده عندي الالستريك اكتيفيشن ادى عندي الانزيم ادى عندي الانزيم ماشي وفي هنا عند الاكتيف سايت اللي هو اللي السابستيلي بتيجي تمسك فيه وده عندي في مكان بعيد اوت فلما الماده دي تاكتف الانزيم ادي هتمسك في الاكتف الاكتيف سايت بتاعتها تمام طيب. طيب لو كان عندي انهيبيشن بقى ادي عندي ادي عند الالوستيريك سايت والماده دي عملت انهيبيشن تمام طيب. وده عند الأكتف سايت بتاعها ده, ده الماده ده الماده اللي الانزيم هيشتغل عليها فلو دي كانت بتعملها انهيبيشن هتبعده ايه عنها تمام تمام نيجي نشوف بقى ايه الامثله انا عندي ثلاثة ايه تلاتة هرمونز غير بس اللون انا عندي ثلاثة هرمون في عندي اخر واحد اللي هو البيروفيت كاينيز غير الاخضر في عندي البيروفيت كاينيز وفي عندي الفوسفوراكتو كاينيز واحد وفي عندي الهيكسو كاينيز الهيكسو كاينيز الهيكسو كاينيز طيب تمام طيب. بصوا لو انا عندي اي بي كتير طبعا الجلايكوليسيس بتطلع لي بي لو انا عندي الاي بي كتير 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 هتروح تقول لي الانزيم ده اقف ما تشتغلش بطل تحول لي جلوكوز لطاقه لان الطاقة اصلا كتير في الجسم تمام تمام ده بيحصل مع مين ده بيحصل مع بصوا ده بيحصل مع اخر اخر انزيم خالص اللي هو الفوسفو اللي هو البيروفيت كاينيز اللي هو ايه اللي, هو إيه؟ اللي هو اسمه بيروفيت كاينيز دي كانت الخطوه رقم 10 لو انا عندي اي تي بي كتير الاي تي بي دي هتروح تمسك في الالوستريك سايد وتقول للانزيم ده حرام عليك ما تشتغلش تاني وما ت... وسيب الماده بقى فانا عندي الاي تي بي هتعمل الستريك انهيبيشن ادي رقم اول حاجه تاني حاجه الا ستايل كو ايه هو يعني ايه استايل كو ايه احنا عندنا اخر حاجه البيروفيت صح البيروفيت ده كان بيتحول الى استايل كو ايه وكان بيتحول الى جزيء أستيت. بطريقة هتاخدوها في الكليبس المركبين دول كانوا كانوا بيمسكوا في بعض كانوا بيدون حاجه اسمها السيتريك اسيد السيتريك اسيد ده هو هو بوابه الكريبس تمام بوابه الكريبس يعني ما, هو... ما هو بوابه كريبس طالما انا عندي بيروفيت يبقى انا كده عندي طاقه هي هي برده يبقى انا كده عندي اي تي بي كتير فالاي تي بي كتير تروح تقول للتفاعل ده لا اقف لا. اقف تمام يبقى انا عندي افتكر الانزيم برك لان الحته دي اصلا ام اس كيو بالعبيط بالهبل تمام يبقى انا عندي اخر افتكر اول ما أقولك لك افتكر على طول المكان اللي هيمسك فيه في الالوستريك سايت افتكر بالآخر حتى بالآخر اللي هو ايه اللي هو بيروفيت كاينيز لو انا عندي اي تي بي كتير هتقول لي التفاعل اوقف ما تشتغلش لو ولو انا عندي يبان بحرف الاي اسيتايل كو اي واي تي بي طيب لو انا عندي فركتوز واحد وستة باي فوسفات فاكرين ان الفركتوز واحد وستة باي فوسفات دي كان بيشتغل عليها البيروفيت كاينيز عشان عشان يتحول الى عشان عشان يتحول لبايروفيت فالماده دي كتيره 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 هتروح تقول الانزيم اوقف ما تشتغلش بصوا تاني عشان ما نتلخبطش بصوا مش احنا قلنا فين الرسمه اللي احنا شغالين عليها بصوا مش انا عندي ادي ادي كده عند الب... ادي كده عند البيروفيت كاينيز اهو البيروفيت كاينيز لو 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 الماده اللي قبل التفاعل دي كتيره كتيره هتقول الانزيم اشتغل اشتغل بسرعه لان لا إن انا كتير عايزه اخلص اشتغل اشتغل بسرعه وايه وكون بايروفيت تمام تمام نفس النظام هنا فانا لو انا عندي فراكتوز واحد وستة باي فوسفات كتير باي فوسفات كتير هيقول الانزيم ده اشتغل اشتغل علشان تكون لي ايه بايروفيت تمام يبقى انا كده تمام في السليم بعد كده بقى الفوسف كاينيز واحد نفس النظام برضو اللي هيعمله بش لو انا عندي اي تي بي كتير ولو انا عندي سترات سترات تمام بص الفوسفوركتو كاينيز مركب عشان ده بصمجه بس كبير مركب ايه كبير مش احنا قلنا هنا ان الاستاي ان الاصطي ايه كان بيمسك فيه الاوكسالو استيت وكان بيتحول لستريت او ستريك اسيد اهو ستريك اسيد ده بقى لو زاد هيروح يقول الفوسفراكتوكينيز اقف عندك يبقى انا بالنسبه لل... بالنسبه عندي لي ال... كاينيز اخر خطوه لو انا عندي اي تي بي كتير لو انا عندي استايل كو اي كتير بالحرف الاي طيب بعد كده ايه الحاجات اللي تعملو اكتيفيشن مش هو اسمه بيروفيت كاينيز يبقى انا عندي 1 و 6 البيروفيت كاينيز في 1 و 6 يبقى فركتوز 1 و 6 1 و 6 بي فوسفات تمام لان الماده جت قبل التفاعل حلو طيب بالنسبه للبيروفيت كاينيز 1 برده الاي تي بي برده لو زادت هتروح تقول التفاعل ده او الانزيم ده ما تشتغلش فهتعمله انهيبيشن والستريت. يبقى هنقيسي اللي هو الاي تي بي والستريت. تمام? تمام. طيب لو انا عندي ام بي واي دي بي كتير. يعني ام ام بي واي دي بي كتير. معنى كده ان انا عندي الحاجات دي كتير. يبقى انا اصلا ما عنديش طاقة. بص مش انا عندي الATP دي كانت عباره عن كده بيساوي بص مش انا عندي بي لما احط عليها فوسفات هتديني ATP كتير طيب انا دلوقتي انا دلوقتي عندي الADP كتير بي كتير 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 فانا هقول للجليكوليسيس اشتغلي يا جليكوليسيس اشتغلي علشان تكوني لي صح ولا لا صح فانا فانا لو فانا لو انا عندي ATP كتير قوي أو قوي هتروح تقول لها هتروح تقول لها اقفي انما لو انا عندي المواد المتفاعلات كتيره كتيره اللي هو الاي دي بي والاي ام بي هتروح تقول للانزيم ده اشتغل بسرعه بسرعه اللي هو البيروفيت كاينيز واحد عشان تطلع الاي تي بي يبقى دوت اكتيفيتد بايه بالاي ام بي والاي دي بي ماشي واكتيفيتد بالفركتوز 2 و6 باي فوسفات يبقى انا عندي بيروفيت كاينيز صغير يبقى واحد وستة انما فوسفراكتو كاينيز واحد يبقى انا عندي فوسفراكتو كاينيز واحد متلخبطكش واحد يبقى اتنين وستة فوسفراكتو كاينيز الاسم كبير فرقم اتنين اكبر من واحد بكتير البصمك. يبقى هنمسح وهنبصمك فيه يبقى انا عندي اخر حاجه خالص البيروفيت كويس لو انا عندي استيل و ولو انا عندي اي تي هتقولي الانزيم اقف تمام اقف هتوقفه انهيبيشن لو انا عندي ايدي بول عندي استايل كو طيب بالنسبه عندي لي اكتيفيتد هيتنشط بحاجتين اللي هو عندي الفركتوز واحد وستة باي فوسفيت واحد لان ده, صغير انما تكبير يبقى اتنين وستة تمام طيب. آه وعندي برضو الحاجات اللي هتعمل له انهيبيشن اي تي بي والستريت والاي ام بي والاي دي بي هيزودوه تمام طيب. طيب بعد كده بالنسبه للهيكسو كاينيت اللي هو الجلوكوز ستة فوسفات مش انا عندي الجلوكوز كده كان بيتحول الى جلوكوز ستة فوسفات بالهيكسو كاينيز تمام طيب. انا لو لو الماده دي كبيره هتروح تقول له اقف يا عم مش عايزينك تشتغل انهيبيشن لكن بقى كوينيز يقولوا ده كان متكبر الماده دي, دي اصلا ما كانتش بتفرق معايا زي دي قليله ما كانتش فيه تمام كده نمسحها بقى كده ونتكلم تاني يبقى انا عندي ايه اول حاجه في الريجليشن بتاعت التفاعلات دي في عندنا اللوستريك ريجليشن في عندنا كوفرنت موديفيكيشن في عندنا فيدنج فيدنج وي فيدنج وفاستنج اول حاجه عندي الالوستريك طالما قلنا الالوستريك معناه ايه معناها هيروح يمسك في الالوستريك سايت يبقى انا عندي المواد الماده هتعمل اكتيفيشن للانزيم او هتنقصه هتعمل هن... هن... هنمسكه بثلاث حاجات هتقوم بالاخر ايه اللي في الاخر فوسفات كاينيز لو عندي الاي تي بي او الاستايل كو اي كتير وعندي الفراكتوز 1 و6 لان دي صغير لما فوسفات كاينيز 1 الاثنين و6 هيعملوا له اكتيفيشن لان لأ ديت نواتك آه ماشي طيب بعد كده عند الاي ام بي والاي دي بي برده هيزودوا عشان خاطر ازود الاي تي بي برودكشن بعد كده الاي تي بي والستريت هيعملوا له بالنسبه لل... بالنسبه للهيكسو كاينيز الهيكسو كاينيز برده اللي هو اللي هو الايه بالنسبه للهيكسو كاينيز اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات لو كان كتير هيعمل الانزيم ده انهيبيشن بعد كده بالنسبه للكوفيلانت موديفيكيشن زي ما احنا اتفقنا وقلنا دلوقتي الكوفيلانت موديفيكيشن عشان نجيب لها رسمه نفهم اكتر ادي الكوفيلانت موديفيكيشن بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي كده احنا خدنا كده احنا ريجوليشن تمام الكوفيلنت موديفيكيشن بص اول لما اقول لك موديفيكيشن افتكر ان كلمه موديفيكيشن معناها تعديل تعديل ايه ادي عندي الانزيم يا اما احط عليه مجموعه فوسفاته يا اما اشيلها مجموعه فوسفاته اول لما اقول لك برده موديفيكيشن افتكر اللي هيحط فوسفاته ولا يشيل فوسفاته هرمون هرمون افتكر برده ان احنا قسمناهم شقين فينا شك انسولين وفينا شك انتي انسولين انتي انسولين انتي انسولين بقى زي الجلوكاجون والادرينالين والادرينالين واخواته فانا عندي هنا بقى بالنسبه للجلوكاجون الجلوكاجون ده هيروح يمسك على... في الريسبتور الموجود على السيل اعرف اعرف الميكانيزم ازاي الجلوكاجون فوسفر الانزيم مش احنا قلنا بالراحه مش احنا قلنا هنمسح بس كده وهرسملكوا لكم عدل عدل اول لما اقول لك كلمه موديفيكيشن افتكر فصفار على طول افتكر ان انا بعدل على الانزيم فبحط له ادي الانزيم فبحط له فوسفور من ال... من اللي بيحبوا فوسفوره فهم كتير اللي هم ايه اللي هم الانتي انسولين انسولين الانسولين إيه فالانتي انسولين ده بتحب الانزيم يكون متفصفر كده طب هتفصفره ازاي بقى ان شاء الله قال لك ان الجلوكاجون ده بقى هيروح يمسك على الريسبتور الموجود في السيل ميمبرين هيحول تي لحاجه اسمها سايكليك ام بي او سايكليك ام بي ده بقى هيحفز انزيم اسمه بروتين كاينيز ايه مش انا قلت لك يا عم الحاجة ان كاينيز ده هيشيل لي فوسفاتايه من ال اي تي بي يتحول الى اي دي بي والفوسفات اللي هيشلها اه هيروح يحطها للانزيم بس يبقى انا لو الانزيم بتاعي اشتغل وحول ال اي تي بي الى سايكليك اي ام بي والسايكليك اي ام بي ده بيروح يزود حاجه اسمها اللي هو البروتين كاينيز فالبروتين كاينيز ده واحنا قلنا كاينيز يعني بيفسفر فهيشيل اي تي بي ويتحول الى اي دي بي والفوسفات اللي شالها حطها على الانزيم بس كده خلصت تمام تمام يبقى نروح بقى نقرا بالراحه اهو ادي عندي البيرو بي... بيقول لي بقى بيقول لي ان البيروفيت كينيز اللي هو اخر انزيم از ريجوليتد باي كوفالنت موديفيكيشن فوسفوريليشن برودوس ان اكتيفيشن اوف ذا انزيم بالراحه 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 عشان نفهم احنا قلنا الجلايكوجين الجلايكوجين والادرينالين والنور ادرينالين واخواته بيحبوا الانزيم متفسفر صح ولكن عند الانسولين ولكن عند الانسولين تمام الانسولين بقى بيقلل تكون الصويا جليكي ام بي فلما قل تكون الصويا جليكي ام بي هيقلل تكون الفوسفات كاينيز اللي هو اصلا اللي هو اصلا كان بيحط فوسفات هنا على الرسمه اهي هنا على الرسمه اهي الانسولين بقى هيجي يقلل ده وبالتالي هيقلل ده ماشي فهيقلل فاصلا مش هيطلع فوسفات عشان نحطها تمام وهيعمل حاجه اسمها هو الفوسفاتيز انزيم فوسفاتيز يعني هيكسر يعني يكسر الفوسفات يعني الانزيم ده يعني الانسولين ده هيزود حاجه اسمها الفوسفاتيز انزيم فالفوسفاتيز هيكسر الفوسفات تمام تمام ادي عند الانسولين ادي عند الانزيم اهو فوسفوريليتد لا غلط امسح وقولي وقول ان هو في الصوره دي فوسفوريليتد يعني معنى كده ان ما هنا فوسفور طيب انا عندي جلوكوز كتير الجلوكوز الكتير ده عشان ادخله جوه الخليه واحرقه محتاج انسولين لان الانسولين ده كان بيعمل ايه الانسولين ده كان بيحفز دخول الجلوكوز جوه الخليه علشان يتحرق يبقى كده الانسولين بيحب التفاعل ولا بيكره لا انا الانسولين بيحب يبقى الانسولين بيحب التفاعل طالما بيحب التفاعل وليه؟ طيب الانسولين اصلا بيعمل في الانزيم دي فوسفروليت. يبقى التفاعل هيكون اكتف والانزيم ده في الصوره دي فوسفروليت. يلا بقى نقرا كده بالراحه بيقول بيقول ان البيروفيت كاينيز بالكوفيلنت موديفيكيشن ان اكتيفيشن انا عندي الفسفرة ان اكتيفيشن في الانزيم سهلة ولا مش سهلة افتكر الفسفرة اللي هو بيحب الانزيم عليه فوسفات اكيد مجموعة كبيرة يعني بيخلي الانزيم كده كتير كتير يبقى اكيد الجلوكاجون واخواته فبيخلي ان اكتيف زي ماشي زي الادرينالين والجلوكاجون هيزودوا حاجه اسمها ادينيل سيكليز فيزودوا سيكليك اي ام بي اللي, البروتين كونيز اللي هيزود البروتين كوينيز اللي هيز... اللي هيعمل فوسفولوشن في الانسولين فيخليه ان اكتف بس كده فهيقلل الجلايكوليز ولكن عندي الانسولين الانسولين ده الانسولين ده ايه بيحفز التفاعل طالما بيحفز التفاعل الانسولين اصلا طالما هو هرمون لوحده يبقى بيخلي الانزيم ماشي لوحده غير فوسفوريليتد تمام يبقى هيقلل السايكليك اي ام بي فهيقلل البروتين كوينيز انزايم هيعمل دي فوسفوريليتد للبيروفيت كوينيز انزايم فهيقلل فهيعمل اكتيفيشن بقى للبيروفيت كاينيز فهيزود الجلايكوليسيس تمام تمام آه بعد كده بيقول زياده الفوسفاتيز انزيم بص فوسفاتيز يعني هيكسر الفوسفات هيخلي برضو الجلايكوليسيس تزيد فهيعمل اكتيفيشن ايه رايكم هيخلي الانزيم ده دي فوسفروليته. نفس ميكانيزم الانسولين تمام آه فهيزود هيزود طيب نفس النظام اهوت عندنا آه عندنا بقى بالنسبه عندي ليه اللي هو الاندكشن والريجريشن لو انا انا عندي الانسولين تمام هيزود تصنيع الكي انزيم بتاع الجلايكوليسيس فهيزودها عندي الجلوكاجون والادرينالين هيقلل الانزيم بت... زي ما قلت لك كده لاني انا لسه بكون واكل فالانسولين ده بيقول الجلوكوز ادخل جوه الخليه عشان تتحرق فدي ه... فانا بالنسبه للجلوكاجون والادرينالين هيقلل الجلوكوز طيب بعد كده بالنسبه للفيدنج الفيدنج, <applause> الفيدنج والفاستينج ستيتس من الفيدنج والفاستنج ستيتس طيب انا عندي لو انا اواكل كربوهيدرات انت كتير البلاد جلوكوز هيزيد هيزود الانسولين سيكريشن فالانسولين هيزود الجلوكوز ابتيك فهيزود بتاع الانزيم هيخليها ان اكتف فاكرين هيخليها دي فوسفوريليتد تمام فهيزود الجلوكوز مهم الحته دي قوي مهم ماشي ماشي بعد كده بالنسبه للفاستنج الانسان جعان فالجلوكوز والأد... فالجلوكاجون والادرينالين هيزيدوا ليه لان الجلوكاجون اصلا كان بيكسر الجلايكوجين اللي في الليفر يحوله للجلوكوز فال... فالجلوكاجون ده هيزيد فلما الجلوكاجون ده هيزيد هيقلل تصنيع الانزيم بتاع الجلايكوليز ليه لانه اصلا هي... هيخلي ان اكتيفيشن في الانزيم بالفوسفوريليشن مش الجلوكاجون واخواته هم كتير فبيخلوا البتاع ده فوسفوريليتد ولما يكون فوسفوريليت ده هيبقى ان ولما يكون فوسفوريليتد هيبقى ان اكتيف تمام فالجلايكوليز تقل يا رب نكون فهمنا ان شاء الله طيب لو قلل الانسولين سيكريشن هيقل الجلايكوليس بديهي جدا طيب بعد كده يبقى انا كده خلاص عملت ريجليشن للجلايكوليس بقى عن طريق ثلاث حاجات كوفيلنت ايه كوفيلنت قلت على طول افتكر موديفيكيشن يعني تعديل طيب آه بعد كده افتكرت تاني حاجه اللي هو لو, لو لو انا واكل ولو انا صايم تمام طيب. واول واحده اللي هو الالستريك تمام طيب. طيب بعد كده في عندي حاجه مهمه جدا اسمها انهيبيشن في الجلايكوليسيس ان هي بشر الجلايكوليسيس ان فيترو ان فيترو يعني داخل يعني داخل جسم الانسان في عندي ثلاث مركبات نحفظهم مصممين زي اسمنا دول هيجوا في الام سي كيو حاجه اسمها ارزينيت حاجه اسمها فلورايد حاجه اسمها ايودو اسيتات بروح الفلورايد الفلورايد والارزينيت والايودو اسيتات طيب الارزينيت ده اعرف عنه ان هو الارزينيت ده <applause> اسفه الارزينيت ده بيمنع تكوين الاي نو اي تي بي برودكشن نو اي تي برودكشن تمام تمام الايودو اسيتات ايودو ايودو اسيتات تمام بيشتغل على الجليسرول ده 3 فوسفات ده هيدروجينيت اللي هو في الخطوه رقم 6 مش احنا قلنا ان انا عندي اثنين ستيب ستيب رقم واحد وستيب رقم اتنين الستيب التانية ديت بقى اللي هي كانت ببدا فيها اللي هو الجليسرول ده 3 فوسفات بيشتغل دي هيدروجينيس او الايودو اسيتات ايودو ايودو ايودو, آيودو اسيتات بيعمل انيبيشن للبتاع دي عن طريق ايه بقى انا عندي الاكتيف سايد بتاع الانزيم دي تحتوي على اس اتش جروب دوت بيروح يعمل بلوك ليها دوت بيروح يعمل ايه بلوك ليها تمام بالنسبة للفلوريد الفلوريد ده الفلوريد ده لو, لو انا دلوقتي واخد من شخص عينة دم عشان خاطر اروح احللها تمام لو انا اشتغلت على العينة خلاص على طول طيب لو انا سبت العينة تلات اربع ساعات طبعا الدم ده يعني هو الدم ده عبارة عن ايه عبارة عن بلازما عبارة عن اه كرات دم حمراء كرات دم بيضا صفائح دموية فمش ممكن كرات الدم الحمراء بالانيروبيك جليكوليسيس تستهلك جلوكوز ويعني يعني, يعني تستهلك جلوكوز فكده هياثر على دقه العينه بالراحه لو, لو انا لو انا واخد عينه دم في قلبها الدم اهو ماشي طيب انا انا ممكن لو انا سبت العينه ديت شويه مشان ممكن خلايا الدم الحمراء اللي هي الريد بلاد سيلز تقوم مستهلكة جلوكوز جواها وتقوم انروبيك لاكوليسيس ماشي طب انا كده انا كده الجلوكوز هيقل فايه فهياثر على العين. بقوم حاطط بقى فلوريد بقوم حاطط ايه بقى بقوم حاطط بقى فلورايد الفلورايد ده الفلورايد ده بيمنع الريد بلاتسيل ان هي تستهلك الايه الجلوكوز يا رب نكون فهمنا تمام بعد كده حاجه اسمها الأرزينيت، الأرزينيت ده احنا قلنا نو اي تي بي برودكشن هي طبعا الدكتوره كانت بانو اي نو اي تي بي برودكشن على طول بس عن طريق ايه بقى عن طريق ايه بيمسك في الان فوسفات بتاع الجليسرول ده هي الثلاثه فوسفات دي هيدروجينيز يبقى للتسهيل للتسهيل اول واحد واخر واحد اللي هو الايود اسيتات والاردينيت الاثنين بيشتغلوا على الانزيم الخامس اللي هو جلس رودات ثلاثة فوسفات دي هيدروجينيز واحد بي في الاس تي اتش جروب اللي هو الايودو استيت ايودو استيت واحد بيشتغل يعني واحد بيتنافس مع الان اورجانيك فوسفات بتاعه الجلس رودات ثلاثة فوسفات دي هيدروجينيز تمام طيب والفلورايد بقى غالبًا اللي هو بتاع الريد بلاد والعينه والكلام ده كله طيب يبقى انا كده عندي الريجليشن في ثلاثة مهمين قوي تمام ايه هم التلاتة المهمين اللي هم عندنا الاردنيت والفلورايد والايودو اسيتات تمام آه تمام وعايزه اقول لك برضو ان الفلورايد ده لان مكتوبة في الداتا بتاعت الدكتور هنقراها دلوقتي ان الفلورايد ده بيشتغل على حاجه اسمها الانوليز انزايم الانوليز انزايم الإينوريز اي مكتوبه هي الانوليز انزايم ده اللي هو في الخطوه رقم 9 كان بيحتاج مغنيسيوم ككو فاكتور مغنيسيوم كيكو فاكتور وعلى فكره اي حاجه قينيز برضو يعني اي حاجه قينيز بتحتاج المغنيسيوم كيكو فاكتور الفطورية ده بيجي من المغنيسيوم ده انهي فلما يعملها لها انه انهي يبقى كده انهي خالص تمام بالنسبه للايدو اسيتات طالما هو مسك في الاس اتش جروب بص اسيتات فيها اسيتيت اسيتات اس جروب إس. بتاعه الانزيم رقم 5 اللي هو الدي هيدروجينيز الارزليت انا بعيد فيها كتير اول هيمسك في الـ في ال الاورجانيك فوسفات بتاعه الجليسرولدايت داتا فوسفات دي هيدروجينيز فما فيش جليكوليز فما فيش اي تي بي تمام في حاجه اسمها باستر افكت ايه بقى الباستر ايفكت ده انا عندي لما يكون عندي في الايروبيك كونديشن في وجود الاكسجين اللي بيحصل الاي تي بي هتطلع فهتزيد نتيجه تركيب سايكل مش انا عندي مش انا عندي لو انا عندي لو انا عندي دكاتره ايروبيك اي 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 جليكوليز بتطلع لي بايروفيت البايروفيت ده بعد كده فيما ما بعدها تغرب البيروفيت ده بيشتغل على حاجه اسمها بيروفيت دي هيدروجينيس دي هيدروجنيز كومبلكس بيطلع لي اسيتالكو ايه واسيتو استي تمام بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي الستريت الاستريت اللي بيخش ايه اللي بيخش كريب سايكل فدلوقتي عندي اكسجين يبقى هكمل بالكريب سايكل طب افترض ما عنديش اكسجين يا دكتوره ما عنديش اكسجين بقى هيتحول الى لاكتيت اللي هو اللاكتيك اسيد اللي هو, هو بيتراكم في الايه في الـ في العضلات فبيحصل شد عضلي الباستر افكت بقى بيقول لك ايه لو انا عندي ايروبيك جلايكوليسيس ايروبيك في اكسجين الاي تي بي هتزيد بسبب بسبب الكريب سايكل فالجلايكوليز هيحصلها هيحصل لها ولا لا الجلايكوليز هتقل لان انا عندي اي تي بي كتير قوي الاي تي بي كتير هتروح تقول للجلايكوليز زقفي ما تطلعليش طاقه انا عندي تمام طيب. طيب بعد كده ديس انهيبيتور ايفكت اوف الاكسجين على الجلايكوليز اسمه الباستير ايفكت طيب. تمام يبقى تاني يب يبقى الباستر ايفكت الباستير ايفكت على طول يبقى انا عندي الباستير ايفكت على طول هنفتكر ان ان الاكسجين كتير فزود الكليبس فزود الاي تي بي فالاي تي بي راح يتعمل ايه بشكل للجلايكوليسيس في وجود اكسجين فده اسمه باستر افكت تمام تمام بعد كده عندنا اخر جزء في المحاضره اللي هو اسمه الميتا بصوا الجلايكوليسيس في الريد بلاتسيل. سيل يلا نفتكر حاجه مهمه جدا جدا خلينا مش انا قلت لك يا دكاتره ان الريد بلاتسيل دي ديت تمام مفيش فيها ميتوكوندريا تمام فبالتالي الالكترون ترانسبورت تشين مش هتشتغل بالتالى النات دي اتش بلس اتش مش هيدخل جواه فبالتالي مش هيطلع اي تي بي غير على مستويين السابستريت ليفل فوسفوريليشن والشجره اللي هيقول لي امتى السابستريت ليفل فوسفوريليشن تشتغل لما يكون عندي كاينيز كاينيز فاكرين فاكرين الإنزيمين الكاينيز اللي كانوا تحت اللي هم البيروفيت اللي هم البيروفيت كاينيز والانزيم الكاينيز اللي هو كان اه كان في الخطوه ستة تقريبا لا كان في الخطوه رقم سبعة تمام تمام فالانزيمين دولت بيشتغلوا بيشتغلوا على ايه على سبستريت ليفل فوسفوريليشن بيكون عندي اي دي بي بيمسكوا فيه فوسفاتا فبتحول ل اي تي بي تمام عشان قلت لك بقى ان في الريد بلاد سيل مفيش فيها ان النادي يدخل فايه اللي هيطلع هيطلع عندي مش انا عندي بدخل باتنين جليس و تلاتة فوسفات فانا دوت هيطلع هاخد عندي وانا في عندي اتنين كينيز فالاتنين كينيز هيطلعوا هيطلعوا لي اتنين اي تي بي وانا داخل باتنين فهيدوني اربعة اي تي بي تمام اربعة ايه اربعة اي أربع تي بي طيب وانا اصلا كنت فاقد اتنين كنت مثالكم في اول ستيب يبقى كده عند 2 اي تي بي فريد براتسيل قال لك بقى قال لك بقى ممكن ممكن كرات الدم الحمراء بالرغم من ان هي الجليكوليز اللي بتحصل فيها بتطلعلها لها 2 اي تي بي بس ممكن تستغنى عن ال... ممكن تستغنى عن, ال... عن الاثنين اي تي بي في مقابل ان هي تطلع انزيم اسمه آه انزيم اسمه اللي هو الباي فوسفوجليسريت ماشي اللي هو الباي نركز مع بعض كده في التفاعل ده بصوا يا دكاتره بص مش انا كان عندي في الخطوة في الجلياكوليسيس انا كان عندي انا كان عندي واحد وتلاتة باي فوسفو جليستريت. واحد وتلاتة هو واحد وتلاتة باي فوسفو جليسريد كان بيجي يشتغل عليه الكاينيز الكاينيز ده الكاينيز ده كان بيكون لي اي بي تمام وكان بيطلع حاجة اسمها هو تلاتة فوسفو جليسريد يبقى انا عندي كان في واحد كان في عندي واحد وتلاتة باي فوسفو جليسريد تمام اشتغل عليه الكاينيز طلع لي تلاتة فوسفو جليسريد قال لك بقى طبعا كده كده كانت هتطلع لي 2 اي تي بي وتكمل عادي لكن قال لك بقى الريد سيل دي في بعض الكونديشن اللي عندها بتكون مثلا حصل هايبوكسي تمام كميه الاكسجين قلت كميه الاكسجين ايه قلت فانا الخليه مش عايزه الاتنين اي تي بي هي اصلا كان ال... هي ريد بلاد سيل دي اصلا الجليكوليسيس كانت بتطلع لها 2 اي تي بي كانوا بيكفوها لان لان, لأن الريد بلاد اصلا ما كانتش بتعمل حاجه غير ان هي ايه بت... بتودي الاكسجين للتيشو مش احنا عارفين ان كره الدم الحمراء دي تحتوي على هيموجلوبين والهيموجلوبين ده بيشيل اربعة جزيئات من ال من ال... او اربع ذرات من الاكسجين عشان خاطر الود الاكسجين للتيش تمام تمام فا دلوقتي عندي الريد بلاتسيل دي حصل هيبوكسيا يعني ايه حصل هيبوكسيا يعني كمية الاكسجين قلت فا ال هتكون جواها مركب اللي هو اسمه بو اللي هو اسمه اتنين وتلاته بيفوسفوجليسيريد فالاتنين وتلاته بيفوسفوجليسيريد ده ماشي المركب ده بيخلي الريد بلاتسيل سيل تسيب الاكسجين للتشو بسهوله بيخليها ايه بيخليها تسيب الاكسجين للتشو بسهوله ماشي ماشي ودي هنسميها حاجه اسمها ايه باي فوسفوجليسيشن في في الاريثروسايت بيقول لك ايه بقى بيقول لك في الريد بلاد ديو نتيجه غياب الميتوكوندريا الجلوكوز هيتحول الى لاكتيك اسيد بالجليكوليسيس نو كريبس سايكل لذلك 2 اي تي بي بس اللي هيطلع وقلت لك 4 ناقص 2 قلت لك ان ان الاربعه على سبوس ريت ليفل فوسفوريشن والاثنين اللي انا استهلكتهم فيها فضل الاثنين سام تايمز في بعض الاحيان الجليكوليسيس في الريد بلاد نو اي تي بي مش هتنتج نو اي تي بي ولكن هتنتج حاجه اسمها اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الباي فوسفوجليسريت باي فوسفوجليسريت ايه بقى الباي فوسفوجليسريت ده بص مش انا عندي مش, مش انا قلت لك ان في واحد ان في واحد ده ثلاثه باي فوسفوجليسريت ده في الطبيعي بيجي على عليه الكاينيز بيتحول لثلاثه فوسفوجليسريت قال لك في الحاله دي بقى لا مكتوب ايه مكتوب ان الفوسفوجليسريت كاينيز ستيب اللي هي الخطوه دي از باي باوس يعني يعني مش هعملها سو so, اتى 2 اي بي وير بيقول لك او سو زت وير are تو بي be فروم from رياكشن كذا ارنت generated يبقى انا عندي الاتنين اي تي بي اللي انا كنت متوقعهم يطلعوا مش هيطلعوا لذلك الشنطه دي نو اي تي بي جنريشن تمام طيب بدلا من ذلك ان الباي فوسفوجليسريت ميوتيز هيجي يشتغل بقى باي فوسفوجليسريت ميوتيز هيجي يشتغل على الواحد وثلاثة باي فوسفوجليسريت هيتحول الى اتنين وثلاثة باي فوسفوجليسريت تمام طيب؟ امزح بس, بس عشان نعرف ليه وبعدين هنغير اللون عشان انا كان عندي الواحد وثلاثة باي فوسفوجليسريد كان بيشتغل عليه الكاينيز في الطبيعي كان بيتحول لتلاتة فوسفوجليسريد تمام تمام ده في الطبيعي وكان بيطلع لي اتنين اي تي بي قال لك لا قال لك انا مستغنى عن الخطوه دي انا مش عايزه الاثنين اي تي بي قال لك ايه قال لك, لك, لك يا ريت انت عايزه ايه قال لك انا عايزه الانزيم ده يتكون لان الانزيم ده هو اللي بيخلي الاكسجين يتش... هو اللي بيخلي الاكسجين يعني يعني يحصل دليفري للاكسجين الي بسهوله يعني انا عندي الواحد و تلاته بيفوز في هيجي يشتغل عليه الميوتيز هيجي يشتغل عليه ايه الميوتيز الميوتيز ده هي يعني بدل ما يبقي واحد هيبقي اتنين و بيفوس بيفوز في الجلستريت ويبقي انا كده كونته خلاص واحد هو اتنين و تلاته في الوكليسريت. قالك بقي اهميه ال اتنين و تلاته بيفوز في الجلستريت قالك هيرتبط مع مع الهيموجلوبين ماشي و هيقلل الافنتي بتاعت تورد الاكسجين يبقي انا عندي هيخلي الاكسجين انا هيخلي الاكسجين يسيب الهيموجلوبين ويروح للتشو بسرعه لذلك وجود اتنين وتلاته باي فوسفوجلتسريت اوكسي هيموجلوبين ويل الاكسجين مور ايزلي تو تيشو ركز اتنين وتلاته باي المركب اللي الار تكونه خلاه يعمل مور ايزلي تو تيشو ماشي خلى الكيرف ناحية الرايت ماشي ديت لسه هتاخدوها في في الفيزيولوجي بالتفصيل قوي يبقى هو خلى خلى الكيرف بتاع الأكسجين يتجه ناحية الرايت يعني ايه يعني ايه يعني يتجه ناحية الرايت يعني يخلي الأكسجين يسيبه بسرعة للتيشو يعني الهيموجلوبين اللي كان جايل عليه ذرات الأكسجين سابه بسرعة للتيشو بسهولة برضو برده برضو, برضو ما يكون عندي هايبوكسيا هايبوكسيا برضو اللي هو ناقص الأكسجين هيعملها ماشي طيب اللي هو لو اللي هو لو هيدروجين بريشر يعني يعني عندما يكون ضغط الاكسجين جوه الجسم قليل فانا عندي هيتكون اللي هو 2 و 3 ده في حالة الهايبوكسيا عشان يعني خاطر يقدر يسيب التيشة بسرعه وفي حاله ما يكون عندي مثلا إن هو الكورونيك ليفر اه lung diseases بيقول لك ايه بيقول لك ذا كومباساتور انكريز 2 و3 باي فوسفوجليسيريت في الهاي اتيتيود يبقى انا عندي في الهاي اتيتيود تمام برده نفس النظام لان انا لما اطلع في مكان عالي فوق قمه جبل كميه الاكسجين بتاعتي هتقل فانا لازما المركب ده اللي هو 2 و3 باي فوسفوجليسيريت يتكون جوه الريد بلاد سيل علشان يقدر يسيب البتاع بسرعه على التشو تمام برده ثالث حاجه الدكتور قالت عليها لما يكون عندي كرونيك لونج ديزيز ماشي كورونيك لانج يعني اللانج فيها مشكله فمش في قادره تدخل كميه الاكسجين الكفايه حلو قوي بعد كده عندنا اخر حاجه ماشي التفاعل ده قبل ما ننسى اسمه ايه بقى اسمه اسمه روبرت لوبرينج سايكل اسمه او الفوز او ال او الباي او اثنين و 3 باي فوسفو شانت في الوريد بلاد او حاجه اسمها اللي هو روبرت يعني معلم عليه اسمه روبرت روبرت ليبرينج سايكل رابور تليبيرينج سايكل اسمه رابور تليبيرينج سايكل تمام بعد كده في عندنا ايه في عندنا في عندنا الطفل اللي يكون عنده مولود ب ايه انزيم اللي هو الهيكسوكاينيز ديفيشنسي في الريد بلاد سيل ايه بقى اللي يحصل انا عندي دلوقتي الطفل لسه مولود كونجنيتال يعني صفه وراثيه ورثه من امه او من ابوه عنده ان الانزيم ده ناقص في الريد بلات سيل فانا كده عندي الاتنين اي تي بي الغلابه اللي كانوا بيتكونوا في الريد سيل دولت ما بقوش موجودين فالريد بلاد سيل هيحصل لها ايه هيحصل لها ربشر ربشر يعني يعني مش تبقى موجوده او هتموت هيحصل لها حاجه اسمها هيموليتيك انيميا هيموليتيك يعني جاي من كلمه هيموليسيز يعني خلاص الريد بلاد سيل اتكسرت بسبب ان انا عندي مفيش اي تي بي فورميشن تمام يبقى انا عندي اول انزيم نقص. بالوراثه اخر انزيم برضو نقص بالوراثه تمام انا عندي البيروفيت كاينيز انزيم نقص تمام فهيعمل لي هيموليتيك انيميا هتقلل الاي تي بي ودوت الموست امبورن في الايه في الجليكوليسيس يبقى انا عندي مين هو اشهر من هو اشهر اهيت يبقى انا عندي ذا كومن امبورن ايرور في الجليكوليسيس هو البيروفيت كاينيز اخر واحد هو اشهر واحد اخر واحد هو اشهر واحد تمام جدا يبقى انا كده خلصت كل حاجه في الجليكوليسيس يلا بس راجع عليها على الوايت بورد يبقى انا كده خدت ال يبقى انا كده خدت نعمل بقى كده نغير اللون بس يبقى انا كده خدت اي عمليه عرفت التعريف بتاعها اسمها اللي هو الاي بي ماشي اي اي او او الاي ام ماشي بعد كده خدت التعريف بتاعتها كونفرجن اوف ال اوف الجلوكوز الى بيروفيت في وجود اكسجين او لاكتيت في غياب الاكسجين بعد كده عرفت الخطوات اللي بتحصل الستبس بتاعتها قلنا قلنا عندي في مرحلتين في عندي مرحلة ستيب 1 وستيب 2 تمام بعد كده قلت بتحصل في سيتولازم بتاعت كل الخلية بعد كده خدت الريجوليشن بتاعتي بعد كده خدت الطاقة اللي انا بحسبها وقلنا عشرة ناقص اتنين بيساوي تمانية تمام آه ولو انا عندي ريد بلاتس اربعة ناقص اتنين بيساوي اتنين وبعد كده خدنا الامبورن ايرورز اللي هم عندي اتنين اللي هم عندي نقص في اول انزيم هيعملنا رفشر في الريد بلاتس اللي هي هيموريتيك انيميا نقص في اخر انزيم وهو الكومونست بعد كده ابتديت خدت الريجوليشن وخدت دوت هو اهم حاجة جدا في ال في الـ في المحاضرة عندنا يعني يلا بقى يا دكاترة نراجع على المحاضرة كده الحمد لله احنا خلصنا اول حاجه بس عايزه اقول لكم ان المحاضره تقيله بس بس دي يعني دي تعتبر اساسيات هتساعد عليكم قوي بقيه الباسويز وبقيه في اللي الليبت بقى والبروتين ميتابوليزم فتعتبر يعني بيسك يعني يعني بعد كده انا معلش طولت فيها وانتم ممكن تستصعبوها في المذاكره بس والله يعني يعني بالتكرار هتوفر عليكم معلومات كتير يعني بعد كده المهم احنا احنا بدانا المحاضرة بتاع الجلوكوز يعني كان سهل يعني المهم اه بصوا احنا نراجع فصولة اسئله تمام فلو انا جيت قلت لك مثلا الليفر نوع نوع الكيرول اللي موجود عليه افتكر ان ليفر اتنين يبقى ترانسبورتر رقم اتنين ولا يعتمد على الانسولين تمام افتكر ان انا برضو قلت لك ان البرين ده واحد هو جلوت رقم واحد انما في النيورون تلاته النيورون تلاته تمام وبرده لا يعتمد على الانسولين زي ما قلت لك اكسترا يعني كتير زي سكريت الماسل زي الهارد زي الادبوز تيشو حاجات كتير كده فهتبقى جلوكوز ترانسبورتر رقم أربعة ويعتمد على الانسولين انسولين, إنسولين ديبندنت بعد كده قلت لك ان ازاي الجلوكوز بيبدا يستخدم بالخليه عن طريق اوكسيديشن وخدنا الميجر باسوي اللي هو الكومبليت اوكسيديشن اوف اللي هو الجلوكوز يعني سواء كانت ايروبيك او سواء كانت انيروبيك افتكرت ان الاستورج بيعمل بخزنه في صورتين شطار هي الجليكوجين و الطريقة الكوليسترول قلت قلت ان انا برضو بحول المواد تانية السيمين. الفركتوز ممكن يجي يقول لك مثلا الشغل اللي موجود في السيمن هتقول له فركتوز طيب اللي موجود في اللاكتات الجمام الجلاند هتقول له اللاكتوز بكل بساطه طيب بعد كده اسئله الجلايكوليسيس طيب طبعا الدكريشن مش مش هيسالني فيها غير سؤالين اتنين لو جه قالك لك مثلا ممكن يجي يقولك الاسم الثاني للجلايكوليسيس ماشي اللي هو الاي ام -E اللي هو الاي -E اللي هو ام تمام اللي هو الام بدون ماير هوف تمام طيب ممكن يجي يقولك لك دي أو ممكن يجي يقول لك تمام طيب لو جه لو لك مثلا ام سي كيو ولا حاجه اني مثلا اللي هو ايه الكونفرشن اوف الجلوكوز او الجليكوجين اوف بريزنس اوف الاكسجين هيديني ايه لو انا عندي موجود اكسجين هيديني بيروفيت طيب لو انا عندي الاكسجين ده مش موجود هيديني ايه لكتي تمام جدا طيب لو قال لك ام سي كيو مين هي الخلايا اللي بتديني لاكتات افتكر كده لاكتيت يبقى انا عندي انيروبيك جلايكوليسيس انيروبيك يعني مفيش مفيش اكسجين ماشي او مفيش اصلا ميتوكوندريا تمام يبقى انا عندي في الريد سيل وفي ال, وفي الاكسرسايزنج تمام طيب لو جه قال لي آه, بسم الله الرحمن الرحيم ستيج آه, واحد دي انرجي كونسيومنج ولا انرجي برودكشن لا انرجي كونسيومنج طيب تعرف تقول تعرف تقول لي الاثنين انزيم اللي بيستهلكوا بسم الله الرحمن الرحيم ده طالما اول خمس خطوات يبقى هما الاثنين كاينيز اول حاجه خالص كاينيز او الهكسوكاينيز تاني حاجه فوسفوراكتوكاينيز واحد وده الانزيم اللي هو يعني هو ال... هو الاسد بتاعنا يعني اللي هو الكينزوين. تمام تمام طيب لو جه لك في المرحله التانية في المرحله التانية انا بنتج كم طاقه هسالك بقى انت ايروبيك ولا انيروبيك لو انت ايروبيك في وجود الاكسجين يبقى انا هنتج عشرة وهطرح الاثنين اللي انا استهلكتهم يبقى 8 على التقسيمه لو كانت 3 انما لو حسبت لي ان إيه ب 2 إيه ونص 2.5 ان إيه الناد دخل الميتو دخل الميتوكوندريا في الالكترون ترانسبورت تشين باتنين ونص يبقي انت هتحسبلي اتنين ونص في خمسه اتنين ونص في اتنين يبقي بخمسه تمام والاربعه بتوع الكاينيز لان انا بكون داخل باتنين تمام الاربعه بتوع الكاينيز تمام اه فا كده عندي اربعه وخمسه تسعه هطرح منهم الاتنين هيديني سبعه وعرفنا التركه بتاعت الجلايكوجين لو انا بادئ بجلايكوجين الخطوه بتاعت الكسوكاينيز بشيلها خالص تمام تمام اه بعد كده قلنا حسابات الطاقه دي مهمه جدا جدا تمام بعد كده دخلنا على النت اتش بلس اتش بيدخل جوه الميتوكوندريا لو انا عندي اكسجين يعني لو في حاله الايروبيك يعني تمام وبعدين يخش جوه الالكترون ترانسبورت و ودي عن طريق اتنين شاتل اللي هو الماليت شاتل و شاتل ماشي دولت هبقى في الريفيجن عشان يعني الفيديو ما يطولش دلوقتي تمام طيب لو كانت انيروبيك بقى جلايكوليسيز احنا قلنا انيروبيك يعني ما فيش اكسجين ما فيش اكسجين يا اما في الريد بلاد سيل عشان ما فيش فيها ميتوكوندريا يا اما في اللاكتيتنج ماسل مثلا اللي هو في الاكسرسايزنج موسم نتيجه تراكم حمض كتير تمام طيب في الحاله دي اللي بيحصل اللي بيحصل ان انا عندي ان الـ ان ال إن اللي بتتكون على مستوى السبستريت ليفل فوسفوريليشن افتكر معايا قلت لك يعني انا بنزل لمستوى الماده بروح على الماده او بروح على ماده التفاعل بفكك المركبات يعني يعني بكسر الروابط اللي فيها وبشبك مجموعه الفوسفات في الاي دي بي عشان احصل على اي تي بي قلت لك الاثنين كاينيز بتاع الخطوه بتاع الستيب الثانيه سواء كان بيروفيت كاينيز او سواء كان اللي هو او سواء كان اللي هو اللي هو اللي هو الانزيم الثاني لحظه اللي هو ايه دايما بنتعلم اللي هو ده هو اللي هو ثلاثه فوسفوجليسيريد كاينيز اللي هو ده اللي هو دايما بنسى على طول اللي هو تلاته فوسفوجليسريت كاينيز قال لك الخطوتين دولت تمام قال لك الخطوتين دولت ماشي اه انا الكاينيز اللي فيهم طالما انا في مرحله انتاج الطاقه يبقى هنتج فيهم طاقه لو انا عندي ما فيش اكسجين بقى وفي ريد بلاد سيل هنتج اتنين منهم يبقى اتنين اي بي في اتنين لان انا داخل اصلا باتنين جليسرول ثلاثة تلاته فوسفة. تمام طيب يبقى كده اربعه وانا كنت مستهلك اتنين يبقى كده هيفضل اتنين في الريد حلو آه ماشي بعد كده عندي الريجوليشن بقى ماشي خدت جدول مهم جدا في غايه الاهميه ما بين وليكس والهكسوكينيز قلت لك ان جلوكو يعني مخصص بالجلوكوز اونلي ودوت اللي هو التينك ليه تينك متكبر لانه ما بيهموش تركيز الجلوكوز سته في الدم وبيحب يشتغل على ان الجلوكوز يكون لارج اماونت وان هو يكون لارج كونسنتريشن في البلاط وان هو بيحب يشتغل على الليفر والبيتا سيل تمام وان هو اللي هيحفزه الكربوهيدرات والانسولين يبقى انا عندي الكربوهيدرات الكتير والانسولين طيب انا قلت لك ليكس السكر ده غلبان مش بيتاثر بالانسولين تمام والجلوكوز 6 فوسفات لو زادت تروح تعمله انهيبيشن زي ما احنا خدنا في الالستريك تمام تمام آه بعد كده عندنا برده احنا قلنا الهيكسوكيناز يعني موجود في كل ال... يعني في معظم التيشوز موجود الهيكسوكيناز بيشتغل على كله عنده لو افينتي عنده لو آه يعني او بيشتغل في الجلوكوز عادي وكل لو كونسنتريشن كده خدنا الريجوليشن قلت لك ثلاث حاجات اهم حاجه عندي قول لي الثلاث انزيمات اخر واحد بايروفيت كاينيز كاينيز الخطوه رقم 3 اول واحد هيكسوكاينيز كاينيز قلت لك كل الحاجات اللي تعمل اكتيفيشن لو الحاجه اللي بعد التفاعل زادت او او لو في عند متفاعلات وفي عندى نواتج لو النواتج زادت زي الاي بي او زي الاستايل كو هيعمل انيبيشن للبيروفيت كاينيز لو النواتج زادت زي الاي بي زي السيترات هيعمل انيبيشن للفوسفوراكتو كاينيز واحد لو النواتج زادت زي الجلوكوز 6 فوسفات كاينيز هيعملوا انيبيشن طيب لو انا عندي الحاجات المتفاعلات زادت المتفاعلات زادت هتعمل اكتيفيشن للانزيم يعني يعني تعالوا نقول من الاخر قلت لك كاينيز ده اسمه صغير يبقى انا عندي فيروكتوز واحد و6 قلت, قلت لك اللي هو اللي هو اللي, هو اللي, هو اللي هو واحد من اللي هيعمل له استيميوليشن لما يكون عندي اللي هو الاي ام بي والاي دي بي اللي هو حاجات المتفاعلات لاني مفيش عندي اي تي بي فكده هيزود التفاعل ده تمام والفراكتوز 2 و6 لان قلت لك الانزيم ده كبير يبقى انا عندي 2 و6 تمام قلنا الكوفالنت موديفيكيشن كوفالنتي معناها رابطه تساهميه في الفوسفات الفوسفات هتيجي تمسك في الانزيم هبتدي اشوف فين لو الانسولين ده بيحب التفاعل يبقى الانزيم هيكون اكتف في صوره دي فوسفوريليك مش هنكرر فيها تاني بقى قلنا بعد كده قلنا الجلوكاجون والادرينالين والكلام ده كله مش هم كتير يعني بيحبوا الانزيم يكونوا ماسك في فلو التفاعل ده الجليكوجين ده كان بيحبه وكان بيحب يمشي التفاعل يبقى يبقى الانزيم هيبقى في الصوره الاكتيف فوسفوريلاتد تمام تمام اه بعد كده خدنا حاجه اسمها لو انا واكل كتير لو انا واكل كتير معناه كده ان في جلوكوز كتير معنى كده ان في انسولين كتير والانسولين ده بيخلي الانزيم في صوره اه ان اكتيف يعني الانسولين ده بيخلي الانزيم اكتف في صوره دي فوسفوريليت تمام تمام بعد كده خدنا الانهيبيشن في الجلوكوز ان فيترو ديت اللي ممكن يجي سؤال فيها تك هنا ام سي كيو لو قال لك الايودو اسيتيت قلت لك الايودو اسيتيت الاسيتات ده بيشتغل على الجليسرول ده 3 فوسفات دي هيدروجينيز هيقفل الاس اتش جروب قلت لك ان الارتينين ده ما بيحبش الان اورجانيك فوسفات ما بيحبش الايه ما بيحبش الان اورجانيك فوسفات بتاعه الجليسرول ده 3 فوسفات فما بيش هيطلع له قلت لك ان الفلورايد ده بتاع الايه بتاعه بتاع بتاع التحاليل العينه تمام قلت لك الباستر افكت يعني ايه بقى ممكن يجي الباستر افكت لو انا عندي ايروبيك جليكوليسيس يعني في وجود الهواء الاكسجين زاد قوي فهي بي كتير فهتخش الكريبس فالكريبس طبعا هت... هتعمل انهيبيشن للجليكوليسيس عن طريق الاكسجين فده اللي هو اسمه افكت قلنا بينتج فيها اتنين اي بي بس دولت بيكونوا كافيين قوي ان هي تعمل حاجات ولكن عندي لما يكون في عندي هايبوكسيا نقص الاكسجين للتيشو ولما يكون في عندي طلع هاي اتيتيود او لما يكون في عندي كرونيك ديزيز في اللانك او لما يكون في عندي اي حاجه اي حاجه ماشي محتاجه ان خليه الأرض ان red blood دي تخلي الهيموجلوبين اللي فيها يسيب الاكسجين بسرعه حاجه اسمها اللي يعني يعني في كيرف كده هتاخدوه في هو بصراحه كان صعب قوي يعني علينا بس كان في مديول كان في مديول الاي ال بي يعني في سنه تانية ان شاء الله لا او مش في سنه ثانيه في سنه اولى في سنه اولى الترم الثاني المهم يعني هتاخدوا البداية ده في الفسيولوجي وحقيقي يعني هت يعني ان شاء الله ربنا يعينكم يعني فالمهم اول اول لما الكيرف ده كان يتجه ناحيه الرايت تمام ففي الحاله ديت كان مغلوبين يعني بيطفش الاكسجين جاي بيقول له امشي امشي روح بسرعه يلا للخلايا للتشو بتاعتك تمام فانا في فنرد بلاط دي اللي للحاله دي امتى عن طريق مركب اسمه ايه طيب <applause> مركب اسمه اللي هو 2 و 3 بيفوز في بدل ما كانت في الطبيعي بتنتج تلاتة في بس بالكاينيز قالك لا الكاينيز ده احنا هنستغنى عنه وهي عند الميوتيز بدل ما كانت واحد وتلاتة هتبقى اتنين وتلاتة بيفوز تمام قلنا اهميه الايه قلنا اهميه 2 و في اللي... قالك ايه قالك اللي... احنا عندنا بيخلي الافينيتي بتاعة الاكسجين أه... لي... عاليه فهيخلي يعني هيخلي التشو يسحب الاكسجين كده بسرعه فالكيرف هيحتاج ناحيه الرايت تمام تمام بعد كده الامبورن ايرور بتاعه الجلايكوليسس قلنا 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 الانزيم الاولاني غايب هيعمل لي هيموليتيك انيميا مفيش مفيش نو اي تي بي قلنا الانزيم الاخير اللي هو البيروفيت كاينيز غايب تمام هيعمل لي انيميا برده ماشي ودوت الموست كومن امبورن ايرور في الكلاكوليس ام يو كيو معاك الموست كومن ايرور امبورن ايرور اخر واحد هو اكتر واحد بس كده اخر واحد بيروفيل هو اكتر واحد تمام آآ في بس كانت في الداتا نقطه عايزه اقولها لكم اللي هي اهميه اهميه العمليه ذات نفسها بصوا لان كانت الدكتوره مزوده فيها كده سطرين يعني ممكن كان ادي الباستر افكت ودي الريد تمام ودي بصوا كانت في بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فيديو طويل منا قوي ال أيوة أهيت أهيت أهي أدي كده عندي اللي هو أهمية الجليكوليسيس بصوا يا حبايبي بيقول لك أهمية الإيه أهمية الجليكوليسيس بقى مش عندي الجليكوليسيس ديت في ال في ال في ال في الريد بلاد سيل بتطلع لي اي تي بي ماشي مش احنا قلنا في الاكسرسايزنج مصل او في مش احنا قلنا يعني لو اللي هو نتيجه تركيب محمد اللاكتيك يعني مفيش اكسجين فهي الوحيده اللي هو سورس في الحاله ديت مش احنا قلنا برضو ان هي كانت بتطلع لي سمول اماونت اوف انرجي اللي هو 2 اي تي بي في غياب الاكسجين و8 اي تي بي في وجود الاكسجين اللي هو 10 ناقص 2 مش احنا قلنا ان هي كانت بتدينا البيروفيك اسيد وانا قلت لك وانا قلت لكم يا حبايبي ان البيروفيك اسيد ده ما بيخلصش لحد كده لا ده بيخش الكريبس بس بيخش الكريبس عن طريق حاجه اسمها اللي هو البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس يتحول الى استايل كو وأسيت وأسيت والاثنين ده هما بيكونوا لي السيتريك اسيد اللي هما بيدخل في الكريبس ماشي طيب بعد كده قلت لكم بتوفر حاجه اسمها اللي هو داي هيدروكسي أستون فوسفيت او الدهب الدهب ده بقى الدهب ده بقى الدهب ده بقى, الدهب ده بقى, الدهب ده بقى, الدهب ده بقى ماشي ايه بيدخل في تكوين الطريقه اصيل جليسرول او الفوسفوليبيد هتفتكروا هي ازاي عشان ما الدهب ده لونه اصفر ودي هنا برده لونه اصفر او الادوية بس اصفر سهل يبقى انا عندي الدهب ده او دي دوكس اسيتون فوسفات وتش جيب الجليسرول 3 فوسفات ماشي يبقى انا عندي الجليسرول 3 فوسفات بقى ماشي هيكون مهم قوي في الطريقه اصيل جليسرول وفي وفي الفوسفوليبيد تمام طيب بعد كده البيروفيك اسيد بعد كده البيروفيك اسيد ده عن طريق ترانس امينيشن هيدخل في تكوين الالانين امينو اسيد ديت هتاخدوها في سنه تانية. في اول موديول في البايو يبقى انا عندي الالانين دوت بص مش احنا يعني عندنا البروتين الوحده اللي بتاعت البروتين هي امينو اسيد في نوع امينو اسيد اسمه الانين الالانين الالانين ده هيتكون ازاي البيروفيت هيجي يحصل له ترانس اميليشن فهيكون الالانين مش البيروفيت ده اصلا كان واحد من كان واحد من 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 ضمن من ضمن, يعني من ضمن من ضمن يعني من ضمن من ضمن نواتج الجلايكوليسيز اه ده ترانساميشن اميشن الانين خلي بالكم من دي جدا بعد كده عندنا اللي هو تلاته فوسفو جليسريت هيكون لي سيرين امينو اسيد دوت برضك امينو اسيد اسمه سيرين يبقى هنسكيه ازاي بقى سيرين امينو اسيد اللي فيه ثلاثة فوسفو فوسفو يعني سيرين انما عندي الانين يبقى انا عندي اللي هو البيروفيك اسيد الالانين بيروفيك اسيد ماشي ماشي وقلنا بقى ايه قلنا بقى الايه بقيه بقيه الفانكشن بتاعتها يبقى احنا كده تمام خلصنا الشرح باذن الله باذن الله بقى اللي هو هنعمل بقى ريفيجن سريع برضو مراجعه بالتوفيق ان شاء الله سلام